اهلا بيكم. الم اسفل الظهر المنتشر جدا بين الناس اللي ما فيش بيت يعني يخلو من واحد بيشتكي من ان ظهره بيوجعه، خصوصا في المنطقه السفلى من الظهر. هذا الالم انا بعتبره زي ريست على طريق. هذا الطريق الحقيقه نقدر نقول عليه الطريق الى المشاكل، الطريق الى المجهول، الطريق الى المزيد والمزيد من المتاعب. طريق المتاعب ده انا استقيت هذا المعنى من كلام لكبير الباحثين في بوسطن إريك روزوين. إريك روزوين وفريقه قالوا جمل مخيفه جدا، ربطوا بين الام اسفل الظهر وبين تدهور الحاله العامه للبني ادم من كل النواحي. بقى ما قدرش يشتغل، ما قدرش يتحرك، وبالتالي الوزن هيزيد، وطبعا الام اسفل الظهر هتبدا تزيد. ما قدرش يتحرك، فبالتالي الضغط والسكر هيتدهوروا. كمان الم اسفل الظهر ربطوا بانه بيعيق الانسان علمي عمليا، وبالتالي انتاج معدل انتاجه ده يهم قوي الدول دي، ويهم الدول في العالم كله. يعني برضو احنا بنغلط، احنا بنقول ايه في الغرب عندهم نظره مهمه لمعدل الانتاج. طب احنا لازم احنا كمان نبقى اكثر حرصا عليه، لان احنا عندنا رغبه كبيره في النمو. فانتاج الفرد بسبب الاصابه المزمنه في اسفل الظهر اكيد بتاثر، لان الالم بيعيق انتاج الفرد عموما، مش بس الفرد اللي بيشتغل يدوي، لا ده حتى الفرد اللي بيشتغل بفكره. يعني لو انت ظهرك بيوجعك وانت حتى شغلك كله على مكتب، موظف بتشتغل على مكتب في مصلحه حكوميه، ما بتقومش من المكتب، شغلك كله ان انت حضرتك بتخلص للناس ورقها، الالم سيعيق هذا الاداء. اذا ارجع اقول تاني ان الام اسفل الظهر هي المحطه على الطريق لمجهول بالنسبه لنا احنا كدكاتره معلوم، بس للاسف بالنسبه لكتير من الناس ربما تستخف بهذا الامر ولا تعالجه، وبالتالي تذهب الى هذا المجهول اللي هو بقى يعني بمنتهى الصراحه يشمل الزهايمر. في رابط كبير بين الم اسفل الظهر وتدهور الزهايمر، تدهور الامراض المزمنه، تدهور تصلب الشرايين، كل ده من الم اسفل الظهر. الرابط ده غريب جدا، بس إريك روزوين ومجموعته في بوسطن كتبوا ده بالتفصيل. اللي عايز يرجع لهذه الدراسه هيذهل من ربطهم ما بين الم اسفل الظهر ومشاكل صحيه في منتهى الخطوره. تعالوا ندخل لهذا العالم المثير مع ضيفي العزيز، واحد من نجوم علاج الالم واسم بارع ومتميز للغايه. بيسعدني ان يكون معانا النهارده في الدكتور الاستاذ الدكتور ممدوح الشال، استشاري علاج الام العمود الفقري والمفاصل وعلاج الام العصبيه، صاحب دكتوراه علاج الالم التداخلي من كليه طب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والافريقيه لعلاج الالم. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم. هبدا الاول بجمله مهمه، امتى يكون الم اسفل الظهر مدعاة للاستشارة الطبية؟ لأنه كتير من الناس بتفرج علينا دلوقتي هيقول لنا يعني إن كل واحد ظهره يوجعه شوية هيروح لدكتور، أو يروح لدكتور متخصص في الألم. هو أنا هاخد من كلام حضرتك إن هو يعتبر مفيش بيت مفيش فيه حد من أفراده جاله ألم أسفل الظهر. يعني في إحصائية بتقول 50% من البشر بيجي لهم ألم أسفل الظهر خلال مرحلة العمر بتاعهم. طيب مش معنى كده ان نصهم كل الناس دي كلها هتروح تكشف عند دكتور. طيب امتى بقى الواحد منهم يقول ان انا هضطر خلاص لازم اعمل استشاره طبيه واروح لدكتور متخصص في الام العمود الفقري؟ لو الالم بتاعه ابتدى يزيد تدريجيا، وابتدى بدل يكون الم في الظهر بس ابتدى ينزل على الرجل، وابتدى الالم يعوقه عن اداء حياته اليوميه وممارسه حياته الطبيعيه، لا هنا لازم يبقى في وقفه، ولازم يبتدي يستشير المتخصص في الام اسفل الظهر والعمود الفقري عشان يعرف ايه السبب، عشان نعرف نحط له خطه العلاج المناسبه. هنا بقى اروح لدكتور متخصص في البداية. لازم لو الموضوع ابتدى يزيد عن حده وابتدى يعوقني عن حياتي، انا مش عارف اشتغل، مش عارف اعيش حياتي اليوميه، مش عارف امارس ادائي الوظيفيه كل يوم، خلاص الوقت ده هبتدي اروح للايه؟ للدكتور. انما معظمنا بيجي لنا الم بسيط ممكن مع الراحه وشويه مسكنات بسيطه يبتدي الالم ايه؟ يخف. لو الالم استمر وابتدى يزيد ومفيش اي استجابه مع الراحه او المسكنات البسيطه المتعارف عليها، لا ساعتها هنتوجه للطبيب المتخصص في علاج الالم. طيب الناس كتير بترتبك في مسببات الالم ده. الم اسفل الظهر يعني معظم الناس لما بتيجي تفتكر الم اسفل الظهر يبقى انا عندي غضروف،
انا بس احب اقول للناس مفاجاه ان الغضروف بيشكل 25% من الم اسفل الظهر، 75% من الم اسفل الظهر حاجات تانية كتير، العضلات، الاربطه، المفاصل، المفصل الحوض العجزي، مفصل الحوض، في اسباب كتيره جدا جدا لالام اسفل الظهر غير الغضروف. الغضروف لا يشكل الا ربع الايه اسباب الم اسفل الظهر، ربع بس 25%. بقيت الاسباب في اسباب تانية بره الغضروف. ليه بقى؟ ممكن المريض يجي بالتهاب مزمن في مفصل الحوض العجزي، وده بنشوفه كتير جدا جدا. نتيجه حركه غلط، خبطه فيه معينه، وممكن يبقى فيه التهابات في مفاصل العمود الفقري، الجار فقريه، ممكن يكون فيه تشنج عضلي بسيط في الام اسفل الظهر. التشنج العضلي ده لو فضل مستمر مع المريض وفضل فتره كبيره يقلب لتليف عضلي ويبتدي يعوق حركته. ممكن يكون فيه التهاب جامد جدا في مفصل الحوض برضه يشكل الم من اسباب اسفل الظهر. فكل الحاجات دي كلها ما ينفعش اصلا نشخصها الا لما نعمل كشف اكلينيكي مظبوط للمريض، ونبتدي نطلب بعض الفحوصات والاشاعات اللي تبين سبب المشكله، عشان خاطر اول طريقه من طرق العلاج المظبوطه ان انا احدد المشكله. وده المشكله اللي بتواجهنا في الام اسفل الظهر، احنا نحدد سبب الايه المشكله، هل هو غضروف، هل هو مفصل، هل هو عضلات، هل هو مفاصل جار فقريه، هل هو سبب تاني خالص، كل ده لازم نحدده. إذن الغضروف لا يشكل النسبة الأكبر، ده يشكل نسبة لا خالص، نسبة بسيطة، الربع. طب إيه الأساليب؟ طبعا طالما المسألة مش غضروف، وحتى لو في بعض الحالات اللي فيها غضروف هيبقى العلاج غير جراحي. يعني إحنا قلنا مثلا بعض المرضى اللي هيذهبوا للطبيب عشان خاطر الألم بتاعهم بقى شديد، طيب هل دول كلهم برضو في هاجس بيجي جدا عند المرضى إن هو أنا عندي غضروف يبقى أنا هخش أعمل جراحة وهشيل غضروف وأثبت بشرايح ومسامير؟ برضو المفاجأة التانية 10% بس هما اللي بيوصلوا للمرحلة دي، اللي بيحتاجوا المرحلة، اللي بيحتاجوا مرحلة جراحية. 90% من دول بأمورهم بتبقى كويسة ويقدروا يشفوا تماما من الألم اللي عندهم عن طريق علاج تحفظي، راحة، وأدوية معينة بتتكتب بعيد عن المسكنات اللي بتتعب المعدة، زائد علاج طبيعي مع حد متخصص. بعض المرضى بيستجيبوا. طيب هل في مرحلة تانية قبل الجراحه لو المريض ما استقبش المرحله التحفظيه، اللي هو التدخل المحدود لعلاج الالم بتقنيات كتيره جدا واساليب حديثه جدا بنبتدي نتدخل فيها الايام دي ونعملها. طب ايه بقى الاساليب والتقنيات؟ ما شاء الله دلوقتي بقى في تطور، بس انا الوم عليكم، مش عارف الوم عليكم ولا الوم عليا، يعني انه كتير من هذه التدخلات والاساليب الحديثه مش معلومه عند العامه، يعني كتير من الناس حتى الدكاتره، يعني مش عند العامه، ده الدكاتره، حتى الدكاتره اساليب من اللي مش متخصصين، يعني مش متخصصين في اساليب كتيره من التدخل المحدود لعلاج الالم ما حدش يعرفها من الدكاتره رغم انها موجوده في مصر، وطبعا من المرضى. فهو احنا بنعمل الكلام ده عشان نزود الوعي ونطمن الناس ان معظم المريض او اي مريض عنده غضروف مش حله جراحي، لا، في ستيبس او محطات قبل الحل الايه الجراحي، منها الحل، الراحه، ادويه، علاج طبيعي، تدخلات محدوده لعلاج الالم اللي بتتعمل داخل غرفه العمود خلال نص ساعه تلت ساعه المريض بيخلصها ويروح في نفس اليوم. ده نعد بقى الاساليب الغير جراحيه. الاساليب الغير جراحيه بتعمل بتبتدي من اول الحقن الموضعي باستخدام جهاز السونار لسواء المفاصل العمود الفقري، مفصل الحوض العجزي، العضلات نفسها اللي هي بتشكل برضو مشكله كبيره من الم اسفل الظهر. يعني التليف العضلي او التشنج العضلي ده مهم جدا، بنعالجه عن طريق حقن مواد كتيره، ممكن حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، ممكن عن طريق حقن الاكسجين النشط، حقن حاجات كتير جدا. ممكن يبقى الموضوع ادفانسد او متطور اكتر من كده، نلجا في التدخلات المحدوده لعلاج الالم للتردد الحراري. التردد الحراري ده برضو مرحله من مراحل الايه العلاج المحدود لعلاج الالم. والتردد الحراري زي ما احنا شايفين وده بيبقى بيتعمل داخل غرفه عمليات، ودايما انا بقول للمريض بيجي يسالني يا دكتور ده انت ده مسكن ولا معالج؟ لا، احنا بنعالج سبب الالم. زي ما احنا شايفين ده التردد الحراري، اما بيدخل المريض بيكون نايم على وشه بيخش ابره التردد الحراري بتعالج العصب، العصب ملتهب. العصب الملتهب دوت يبتدي التردد الحراري يعالج الالتهاب اللي فيه والتورم اللي فيه لغايه ما يبقى العصب يرجع لحالته الاصليه الطبيعيه، وهو ده مسبب من مسببات الالم، فاحنا بنعالج السبب ما بنديش كمسكن فقط. هو ده السؤال دايما الناس بتفكر فيه، التردد الحراري هل هو مسكن الم ولا علاج؟
لا هو احنا دايما لما مريض بيسالني سؤال زي ده احنا يا فندم مش بندي مسكن، لو بندي مسكن ممكن هنديه خلاص خلال يومين ثلاثه هيروح، انما التردد الحراري ده بيكون بيعالج سبب الالم من جذوره اللي هو التهاب العصب اللي هو اللي مسبب الام عرق النسا، نقح، تنميل، شكشكه، هو بيعالج العصب الملتهب. زائد ليه دور جامد جدا في التهاب مفاصل العمود الفقري، نوع معين من التردد الحراري اسمه التردد الحراري الحارق. التردد الحراري الحارق دوت بيأثر على الاعصاب الحسيه المغذيه لمفاصل العمود الفقري اللي بتعمل الام جامده جدا. وقت ما المريض يبتدي يتني ظهره لقدام او ظهره لورا يحس بالم جامد جدا بعيد عن الم عرق النسا. برضه التردد الحراري ليه دور في العلاج وليس كمسكن. طيب يعني انا يعني الناس الكلاسيكيه او الطريقه الكلاسيكيه في السؤال اكيد هيسالوا عن نسبه النجاح، لكن دي سؤال يعني الكلمه دي برضو انا مش شايفها ترضي المشاهد. اللي يرضي المشاهد اللي انا افهمه التردد الحراري امتى يكون هو ده دوره، يعني المساحه دي هي مساحه النجاح بالنسبه له، وامتى التردد الحراري يستخدم في حالات تانية مش بتاعته. ما هو ده اللي بيظلم التردد الحراري على فكره، الاستخدام اللي عمال على بطال له في غير موقعه. طيب دايما انا المريض ده بيجي هو بيسال سؤال يا دكتور انا عايز علاج نهائي عشان خاطر انا تعبان وعايز ارجع لحياتي الطبيعيه على طول. دايما بديهم تشبيه بسيط قوي كده بقول لهم يا ريت ان هو علاج العمود الفقري يكون عامل زي علاج المراره او الزايده. لو مريض عنده مراره او زايده هيروح النهارده هيشيلها بكره يبقى زي كويس جدا. ولكن مشكلة ألام الظهر فيها تقنيات كتيرة جدا وكل واحد ليه تقنية معينة وليها نسب نجاح تتفاوت من واحد للتاني، وبعديها بنشوف على حسب الحالة. التردد الحراري ده يعتبر محطة، هل ربنا أكرمنا وقفنا عند المحطة دي ولا لا؟ النسبة العالمية المتعارف عليها نسبة نجاح التردد الحراري 70%، يعني ما بين كل 10 7 بيستريحوا 3 لا. يعني ايه يستريحوا؟ يبتدوا يخشوا او يعيدوا الدخول في حياتهم الطبيعيه مره اخرى، ويبتدوا نديهم فتره تاهيل واعداد. التدخل بيحصل خلال تلت ساعه نص ساعه، ولكن بياخد فتره متابعه وتاهيل واعداد بعديها فتره. مريض بنتابعه عن طريق الادويه، بنتابعه في الاستشارات، بنتابعه نحط له برنامج تاهيلي عشان يرجع للملاعب تاني زي لعيب الكوره بيعمل رباط الصليبي في ربع ساعه تلت ساعه بس بينزل الملعب ما بين 3 ل 6 شهور. فانا بقول له دايما المريض اكنك عامل زي لعيب الكوره بالظبط، احنا بس بندي العلاج بتاعنا فتره قليله كالتدخل المحدود لعلاج الالم بيتعمل خلال تلت ساعه جوه المستشفى. بعديها في نفس يوم المريض بيروح، ولكن فتره التاهيل والاعداد من ادويه وراحه وعلاج طبيعي بتاخد ايه فتره لغايه ما ينزل او يستعيد عافيته ان شاء الله. النتيجه بتظهر بعد قد ايه ولا هيختلف الامر من حاله الى حاله؟ التردد الحراري احنا بنديله رينج في ظهور النتيجه بتاعته، ودي نسبه او دي فتره متعرف عليها عالميا ما بين 3 أسابيع لغايه شهر ونص شهرين. خلال الفتره دي بيكون في تذبذب، يعني ايه؟ ممكن المريض يجي لي بعديها يا دكتور والله انا اول اسبوع ده استريحت جدا، تاني اسبوع تالت اسبوع الوجع رجع زي الاول. دايما بدي المريض او المريض بحب اشوفه في الاستشاره كمان 3 أسابيع، الفتره اللي هو الالم ممكن يبتدي ايه يرجع فيها، وده طبيعي جدا. فبنطمنه وبنعمل له ري اشورنس كويس ونقول له لا مفيش، ده عادي جدا، احنا ربنا اكرمنا واستريحنا في الاول، ده عادي ان الوجع يبتدي يرجع تاني ويبتدي يقل تاني المعدلات الطبيعيه خلال الفتره دي قد ايه كلها شهر ونص شهرين. طب الرجعه بتاعت الالم الانترميديت دي تفسيرها ايه؟ فسروها بتفسيرات كتيره جدا طبيه في التردد الحراري، انما مفيش حاجه معينه نقدر نحط ايديها ايه علينا. فليها تفسيرات كتير جدا، بس هو ده السيناريو او الباسوي او الطريق اللي بياخده علاج التردد الحراري خلال 3 أسابيع لشهر ونص شهرين عشان نشوف النتيجه الايه النهائيه. من ضمن التفسيرات اللي انا قريتها عنه انه الجسم بيبدا يحصل فيه نوع من الالتهاب الصحي للعلاج بعد التردد الحراري نسبيا، وده بيسبب الالم في المنطقة. دي نظريه من نظريات يعني نظريه دي نظريه من نظريات، في نظريات كتير دي واحده منهم، هل هي صح او غلط ما نعرفش، بس هو ده السيناريو اللي بيمشي فيه الايه محاوله التفسير. هي بيبقى محاوله تفسير التبخير الغضروف وخشفته بقى، هذه الحاله الهامه جدا اللي تختلف من حاله لحاله برضه، ليها برضه العيان بتاعها بالظبط.
دايما كل مريضة اول ما بيجي يخش يا دكتور والله انا عايز اعمل شفط او تبخير الغضروف. مش كل مريض ينفع له كل حاجه، يعني في مريض هينفع له حقن، في مريض هينفع له حقن بلازما، في مريض هينفع له حقن مواد مضاده للالتهاب، في مريض هينفع له شفط وتبخير غضروف. شفط وتبخير غضروف دي تقنيه ممكن زي ما احنا شايفين في الفيديو التوضيحي ده، الغضروف بيكون فيه بروز بسيط فيه. احنا بنخش باله او سلاح التبخير الغضروف داخل نواه الغضروف، نعمل زي خلخلة أو تبخير في نواة الغضروف، يبتدي بعد كده الغضروف ده السلاح اللي هو داخل في الغضروف يبتدي يوصل لنواة الغضروف من الداخل ويبتدي يعمل فيها خلخلة أو يتأكل منها، فيبتدي بعد كده الغضروف أو الحتة البروز البسيطة دي يبتدي يتقلص في الحجم ويبتدي ضغطه على العصب يبتدي إيه؟ يقل. هو دلوقتي بيعمل تبخير لنواة الغضروف وهيطلع بالإبرة بتاعت التبخير، هيبتدي بعد كده الغضروف خلال فترة معينة بتروح ما بين شهر 2-3 يبتدي يرجع لحجمه وضغطه على العصب يبتدي يقل. طيب هل التبخير ده ينفع لكل المرضى؟ لا، ده لازم يكون الغضروف في بداياته ولازم يكون غضروف حجمه بسيط قوي ويكون غضروف أو غضروفين بالكتير ويكون سن صغير. ليها كريتيريا أو ليها سمات معينة تنفع لها تبخير غضروف، مش كل مريض ينفع له إيه؟ تبخير غضروف. ده الحالات او سيلكتد كيسز معينه نقدر نعمل فيها العمليه دي. سؤالين مهمين، ماذا تتمنى من مرضى الموجودين في مصر والوطن العربي، لانه دول مرضى الذين يعانون من الم اسفل الظهر، ثقافيا يعرفوا ايه اللي يحطوا فعلهم؟ طيب اول حاجه لازم يطمنوا جامد جدا ان مفيش، مش معنى الم اسفل الظهر يعني غضروف يعني جراحه، دي نسبة ضئيلة جدا اللي هو هيروح للمرحلة دي، فأنا مش عايز يقلقه خالص. معظم الحاجات دي بالراحة البسيطة وشوية تمارين معينة وأدوية معينة بتتكتب للمريض بعيد عن المسكنات المضرة يبتدي المريض يبقى في أحسن حال ويتخلص من الجزء ده. طيب يحافظ على نفسه إزاي؟ رياضة مهمة جدا، تمشية مهمة جدا، حفاظ على الوزن مهم جدا. مشكلة كمان بقى اللي احنا بنواجهها قوي الأيام دي اللي هو استخدام التكنولوجيا، القعدة فترة كبيرة جدا على الكرسي قدام جهاز الكمبيوتر أو استخدام الإيه؟ التليفون، دايما بصين فيه ومركزين فيه يبتدي يأثر على الفقرات الإيه؟ العنقية. فإحنا بنقول دايما تغيير الوضع. يعني إيه تغيير الوضع؟ لا قعدة فترة طويلة ولا وقفة فترة طويلة، نحاول دايما نغير وضعنا، زائد البص في التليفون ما يبقاش يعني بالساعات، يعني شوية ونغير الوضع وما يبقاش إحنا بصين كده، لازم يبقى رأسنا إيه؟ كل الناس طالما هتبص في التليفون هو بيسرح. حاجة بسيطة جدا كمان ممكن النومة، السرير بتاعنا أو النوم بتاعنا، دايما المرضى بيسألوا على المخدة، يا دكتور المخدة تبقى قد إيه؟ إحنا لو قسنا المسافة ما بين الرقبة وما بين الكتف هي دي علو المخدة اللي أنا عايزها، أيا كان بقى مخدة طبية مخدة عادية، لا تبقى مخدة عالية قوي ولا واطية قوي عشان تحافظ على فقرات العمود الفقري الإيه؟ العنقية. والسبورت اللي بنحطه أو المخدة اللي بنحطها في الفقرات الإيه؟ القطنية عشان تحافظ على الكيرف بتاع العمود الفقري، ده مهم جدا في العربية وإحنا قاعدين في المكتب. حاجات بسيطة ولكن على مر الوقت وشهر سنة 2-3 بتبتدي تأثر على صحة العمود الإيه؟ الفقري. نحافظ على ظهرنا، والرياضة شيء مهم جدا جدا. الرياضة يا جماعة اللي أخملت، أنا بزعل قوي لما أقعد مع أي حد يكلمنا عن الرياضة كأنها شيء يعني كان في الماضي بالنسبة له، وفي جملة أنا حطيتها قدام عيني على طول، إحنا ما بطلناش رياضة عشان عجزنا، إحنا عجزنا لما بطلنا رياضة، إحنا كبرنا وتعبنا وعانينا وجالنا الأوجاع بسبب ان احنا بطلنا الرياضه. لو رجعنا للرياضه مش هنعجز، ولو رجعنا للرياضه مش هيجي لنا الام، ولو جت الام حتى هيبقى الريكفري والعلاج بتاعها ودرجتها وحدتها هتبقى اقل كتير جدا من لو ما فيش رياضه. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره والاسم اللامع في عالم علاج الالم الاستاذ الدكتور ممدوح الشال، استشاري علاج الام عمود الفقري والام المفاصل والالام العصبيه، صاحب دكتور علاج الالم التداخلي من كليه الطب جامعه القاهره، وعضو الجمعية المصرية والأفريقية لعلاج الألم. نورت كعادتك وأبدعت. شكرا يا فندم. حافظوا على ظهوركم، خليكم مع الدكتور. حوالي
حوالي من 20-80% من السيدات في العالم يصابن بالأورام الليفية بدرجات متفاوتة تصل إلى الذروة في سن 50. حسب الإحصائيات العالمية سنة 2013، 171 مليون سيدة تأثرت بالأورام الليفية. النسب ودرجات الإصابة في سن الإنجاب هي الأخطر، مش بس للآلام الكبيرة اللي بتسببها، لكن لخطورة الأورام الليفية على استقرار الحمل وعلى حدوث الحمل من الأساس. من سنين قليلة كانت المشكلة ممكن تتصاعد لدرجة استئصال الرحم نفسه. دلوقتي الوسائل والتقنيات الطبية سهلت أكتر التخلص من الأورام الليفية بطرق أكتر أماناً على السيدات وأكتر ضماناً للتخلص من مشكلات تأخر الإنجاب. أهلا بكم. لو طلب مني أن أتحدث في موضوع أختاره بنفسي عشان أتكلم فيه وأقول نظرتي الطبية المجتمعية له من ضمن مواضيع أمراض النساء والتوليد، هيكون أكيد الأورام الليفية. ليه؟ أورام الليفية وسعة الانتشار، ده رقم واحد. رقم اتنين، حالة مرضية لها بعد اجتماعي واضح للغاية ولها قصص درامية، يعني لو انتوا قعدتوا معاها مع القصة الدرامية دي تنفع تتجمع تحط في مسلسل درامي، وده المفروض يتعمل على فكرة. لازم الدراما تلقي الضوء على حاجة زي كده، تلقي الضوء على البنت اللي مش عايزة تتعالج ورافضة تروح لدكتور، أو راحت وخايفة تروح تاني، أو خايفة تبدأ علاج لأنها عندها اعتقاد أن الورم اللي فيه يعني معناها استئصال رحم. ده مش حقيقة علمية، ده مش واقع علمي خالص، من قريب أو من بعيد. يعني نادرا ما بنشوف دلوقتي حالة نحتاج في الورم اللي فيه بيها إلا استئصال رحم، مش كتير، قليل جدا. كتير جدا بنشوف حالة برضو مهملة لأنه قيل لها جراحة، لا ما عملش جراحة، ما عملش منظار. طب يا ستي الجراحة مش نستصل الورم، ده احنا مش نستصل الرحم، ده احنا نستصل الورم. لا لا لا، ما ممكن وانتوا بتعملوا تحصل مشكلة كبيرة وبتاع، ما تشيلوش الورم. طب نعمل ايه؟ هتعايش معاه، الأعراض مشغالة والهيموجلوبين عمال ينزل وتجيلنا، تحتاج إلى نقل دم وتحتاج إلى إنها تتعالج من تداعيات الأنيميا العنيفة اللي سببها كان ورم ليفي. الورم الليفي يا جماعة في مصر احنا بنشوف حالات غريبة، أحجام كبيرة في الأورام الليفية، ضغطة بقى على القولون وضغطة على مشاكل على المثانة، وعاملة أعراض باطنية، امساك مثانة عاملة ازاي، قصص ومواويل سببها إنه الناس ما عندهاش ثقافة التعامل مع الورم الليفي. النهاردة حوار مهم للغاية وضيف مهم للغاية، قمة علمية جراحية في أمراض النساء، يعني حدث ولا حرج طبعا، القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع للأستاذ الدكتور وائل الجزائرلي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عضو كلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، والمدير لمركز الإنجاب لإنجاب للخصوبة والحقل المجهري، ومدير وحدة الحقل المجهري بمستشفى ألفا بالإسكندرية، الاسم الكبير، شرف كبير لنا هذه الزيارة، وسعيد جدا بقبولك دعوتنا وتكبدك مشقة الطريق يعني من اسكندرية للهند. متشكر جدا دكتور أيمن، والشكر المقدمة الحلوة دي. ده أنا اللي متشكر جدا جدا، وأنا سعيد أن أنا موجود معك النهاردة. ربنا يبارك فيك. لو طلب مني أن أجري حوار مع الدكتور وائل هيكون في الأورام اللي فيها في الأول، لازم أختار أول موضوع الأورام اللي فيها. ما هي الأورام اللي فيها؟ نسبة انتشارها؟ مدى خطورتها؟ أولا الأورام اللي فيها هي أورام بتتكون من عضلة الرحم نفسها ومعها حاجة اسمها فايبرس تيشو، يعني حاجة زي نسيج كده يكون ناشف شوية، بيدي الورم الليفي الشكل والحجم اللي احنا بنبقى عارفينه يعني. بس في حقائق معينة في الأورام الليفية لازم نبقى عارفينها في الأول، وحاجات مهمة جدا. أول حاجة إن الأورام الليفية 99.5% من الأورام الليفية حميدة وما بتقلبش خبيث. أنا ده سؤال منتشر قوي بين المرضى، ها هيقلب، ها طب الورم ده، لا الورم ده ما بيقلبش، وعادة بيبقى ورم حميد 99.5%. تاني حقيقة، ما فيش ورم ليفي يجي البنت قبل البلوغ، وما فيش ورم ليفي يجي السيدة بعد سن انقطاع الدورة. يعني ما عندناش ورم ليفي لبنت صغيرة ما بلغتش أو ما وصلتش سن البلوغ وقول لها أنت عندك ورم ليفي، ما عندناش، ما ينفعش. وفي نفس الوقت برضو لو سيدة
جالها اي عرض بعد انقطاع الدوره ما ينفعش يبقى عندها ورم ليفي ينمو بعد انقطاع الدوره. المرحله السنيه الاكثر انتشارا للاورام الليفيه من 30 ل 40 سنه. لو اتكلمنا عن الاورام الليفيه الاعراض بقى الاعراض الاعراض مهمه قوي قوي ان احنا نبقى عارفينها ويعني كلنا نبقى عندنا فكره ولو بسيطه عنها. زي ما حضرتك قلت في المقدمه يعني اول حاجه من الاعراض بتاعت الاورام الليفيه 50% من الاورام الليفيه لا تعطي اي اعراض. يعني بتكتشف واحده جايه بشكوى مثلا التهابات نعمل الترا ساوند نلاقي في ورم ليفي، هي ما اشتكتش وما عملهاش اي حاجه وبالتالي ما فيش شكوى، هي مش جايه عشانه، هي جايه عشان حاجه تانية خالص. ال 50 بقى في المية التانيين بتتراوح الاعراض بين ثلاث حاجات اساسيه. اول عرض فيهم هو النزيف. النزيف بقى بكافه اشكاله في الدوره. دوره تقيله مش طبيعيه، كميه دم كتير. دوره طويله في عدد الايام، بتقعد ايام طويله. او تنقيط ما بين الدورات. طبعا الكلام ده زي ما حضرتك قلت برضو في المقدمه الهيموجلوبين بينزل. يبقى في انيميا موست اوف ذا تايم انيميا على طول. نيجي اللي تاني حاجه في الاورام الليفيه الوجع الالم. الورم الليفي عاده ما بيسببش الم الا في حاجتين. الحاله الاولى ان الورم الليفي يبقى كبير في الحجم، يعني ضاغط زي ما حضرتك قلت على القولون على المثانه، او تقيل عامل تقل وبالتالي بيوجع. الحاجة التانية إن الورم الليفي يكون داخل تجويف الرحم، بمعنى إن لما تنزل الدورة الرحم بينقبض جامد زيادة عن اللزوم عشان ينزل الدم، وجواه الورم الليفي عامل زي الجسم الغريب، فبيحصل مغص ووجع شديد أثناء الدورة. اتكلمنا عن النقطتين، نيجي بقى للنقطة التالتة المهمة برضو قوي قوي، هي تأخر الإنجاب. وكان سؤالي في تأخر الإنجاب ده سؤال ذو شقين، هل يؤثر الورم الليفي على قدرة الست الإنجابية، يعني يؤدي إلى عدم إنجاب؟ وطبعا السؤال في الجزء الثاني بتاعه إن في ستات هيجي يقولوا لك يا دكتور أنا بنت خالتي عندها ورم ليفي اكتشف ساعة الولادة وهي بتولد، يعني هي قدرت تحمل وكملت التسع شهور عادي جدا، وساعة ما هي بتولد الدكتور عملها إزالة الورم الليفي مع الولادة، يعني أو اكتشف الورم الليفي مع الولادة. فمش معنى كلامنا أنه هي جاية بجارانتي أن الورم الليفي لا يؤخر الإنجاب. بالظبط بالظبط تمام. حضرتك جبت نقطة مهمة جدا وهي straight to the point أن احنا بنتكلم فيه، أنه ممكن ما يعملش أي حاجة، ما يعملش أي مشكلة. إنما في حالة تأخر بقى الحمل، عندنا في حالة تأخر الحمل الورم الليفي لازم نعرف هو عامل إيه أو بيعمل إيه بالظبط. الورم الليفي لو خارج تجويف الرحم، ملوش علاقة بتجويف الرحم خالص، ومكانه بعيد عن تجويف الرحم وعن فتحات الأنابيب بتاعت قنوات فالوب، ما بيعملش مشكلة خالص في تأخر الإنجاب. بس هو ممكن يعمل إيه؟ ممكن يغير شكل تجويف الرحم، وبالتالي لما تيجي البويضة تلتصق في جدار الرحم الشكل بتاع تجويف الرحم بيبقى متغير والبويضة ما تلتصقش وبالتالي ما يعملش حمل. حاجة تانية ممكن يسد فتحة من فتحات قناة فالوب أو الفتحتين لو مكانه جوه التجويف وسد. حضرتك عارف الفتحات بتاعت قناة فالوب بتبقى جوه الرحم. الفيديو هو باين هو الفيديو نفسه بيتكلم بالظبط الفتحتين اللي على الجناب دول بالظبط. ممكن الورم اللي فيه يبقى جوه في النص ما بينهم وقافلهم وبالتالي يعمل تأخر. ممكن حاجة تانية، ممكن يخلي البطانة بتاعت الرحم غير مستقبلة، بيخلي فيها حاجة بنسميها زيادة النشاط الهرموني جواها، وبالتالي تيجي البطانة برضو ما تبقاش مستقبلة للبويضات. ممكن كمان آخر حاجة إنه يبقى ورم جوه تجويف الرحم اللي احنا بنسميه زوائد لحمية. الزوائد اللحمية دي بتمنع برضو التصاق البويضات بجدار الرحم، وبالتالي هو بيلعب الدور ده هوت على حسب مكانه هو فين. لكن ممكن يكون مش مأثر على الحاجات دي كلها اللي حضرتك قلتها، وبالتالي ما يؤثرش على الإنجاب. بالظبط 50% من الناس ما فيش مشكلة خالص. خالص. بعيد فوق طالع بره خالص طالع بره مش مشكلة، ما بيعملش مشكلة خالص.
الحالة دي وراثية؟ هي فيها جزء وراثي مش كبير بصراحة. يعني أنا بشوف ساعات أمهات وبنات بيبقى عندهم نفس أو أخت وأختها ساعات، بس مش بتبقى يعني مش منتشرة كتير. هو قابلية أكتر منه أي حاجة. ريسيال ليه علاقة بالجنس؟ يس طبعا. الايجن الناس اللي هم من آسيا أكتر. الأفريكان أكتر. الأفارقة كتير قوي. إزاي بتبني الخطة العلاجية بقى؟ تمام. الخطة العلاجية مهمة جدا جدا علشان نتجنب الآثار الجانبية لعلاج الأورام الليفية. فبنبدأ بترتيب. أول ترتيب هو العلاج بالأدوية. طيب هل العلاج بالأدوية ده بنبدأه لكل الناس ولا لبعض الناس؟ الناس اللي مكملين الأسرة بتاعتهم عندها أولاد، الورم مش كبير بس عامل لها دورة تقيلة، ينفع تاخد علاج. وساعات بيأثر معاه العلاج ده بيبقى عبارة عن بعض أدوية وبعض هرمونات، بس هرمون مش هرمون الإستروجين، هرمون البروجسترون اللي هو ضد هرمون الإستروجين. هرمون الإستروجين بيغذي الورم الليفي، عشان كده برضو بالمناسبة ما ينفعش حد عنده ورم ليفي ياخد حبوب منع حمل اللي هي الكومبايند، لأن حبوب منع الحمل فيها جزء من هرمون الإستروجين والجزء الثاني هرمون بروجسترون، فإحنا بنغذي الورم الليفي أكتر. فالناس دول برضو ما ينفعش ان احنا نديهم حبوب منع حمل او ما ياكلوش اكل فيه هرمونات في استروجين. بالظبط بالظبط. الخطه العلاجيه بتبدا بالادويه زي ما اتفقنا. وتاني حاجه لو الادويه ما استجابتش او الست ما استجابتش للادويه، بنديها حاجه اسمها حقن. الحقن ده هي بتبقى فيها ماده مضاده لهرمون الاستروجين. الحقن دهيت ممكن جدا تقلل الحجم بتاع الورم الليفي، وفي نفس الوقت برضو بنستعملها كتحضير لعمليه الورم الليفي. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في الاول، قلت ان اثناء العمليه ممكن يحصل فقدان للدم لو الورم كبير، فاحنا بندي الحقن ديت علشان تقلل الدم اللي رايح للورم وتقلل حجمه بنسبه تتراوح حوالي من 30%. دي بالكينج. دي بالكينج بالظبط. فلما نيجي نعمل العمليه بتبقى اسهل كاوبرتيف، وفي نفس الوقت برضو البلاد لوس او فقدان الدم بيبقى قليل جدا فيها، وبالتالي ما بتحتاجش تاخد نقل دم، ودي حاجه مهمه جدا. كنا تجهيز ما قبل العمليه، تجهيز مهم جدا جدا. هنرجع تاني قبل العمليه لثالث وسيله اللي هي الاشعه التدخليه. ساعات بيعملوا اشعه تدخليه بيسدوا الشريان اللي بيغذي الرحم اللي هو اليوترين ارتر، بيقفلوه بيمشي عن طريق الفخذ لحد ما يوصل للشريان بتاع الرحم ويسده. لما الدم يقل الورم الليفي، الورم الليفي بالتبعيه بيبتدي ان هو يقل في الحجم وممكن يقلل الاعراض بتاعته. رابع حاجه، ودي بقى الحاجه اللي احنا بنعملها لو في تأخر في الإنجاب أو لو الورم الليفي ما بيستجبش للعلاجات اللي فاتت، هو العلاج الجراحي. العلاج الجراحي ثلاث حاجات. الوسيلة الأولى لو الورم الليفي داخل تجويف الرحم، ساعتها بنعمل حاجة اسمها منظار الرحم. وسيلة سهلة جدا جدا. و قبل ما نروح لمنظار الرحم، انا اسف المقاطعه حضرتك، دي الاشعه التدخليه بالظبط. احنا بنقفل الشريان اهو، بيتقفل الشريان خالص ونروح جايين مقصرين على الورم. بالظبط كده. بينتظر بقى ان الحجم يبتدي يقل بالتدريج وبالتالي الاعراض تقل. نرجع بقى لمنظار الرحم. المنظار الرحمي دي المنظار الرحمي لو زوايد اللحميه اللي هي الاورام اللي فيها داخل تجويف الرحم. وسيله ما بتاخدش وقت وفعاله جدا جدا، بس لو الورم الليفي جوه التجويف نزيله او نزيل اللحميه. بالظبط، هي ازاله اللحميه. بالظبط زي ما حضرتك شايف كده، هيبتدي يخش جوه التجويف بتاع الرحم. ندور فين اللحميه ونزيلها. الحاجه الثانيه لو مش جوه التجويف، هنبتدي ان احنا نتعامل بطريقتين مختلفتين، يا اما الفتح يا اما المنظار البطني. ايوه بالظبط، دي ايوه حاجه جميله قوي اهي. ادي اللحميه، ده منظار رحمي وادي لحميه زي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. بالظبط، هتزال على طول. بنعمل الازاله ايوه بالظبط بالكي كده، طلعت خلاص اللحميه، خلاص انتهى.
الموضوع. ودي حاجه حلوه جدا جدا ما بتاخدش وقت خالص. لو بره تجويف، لو بره بقى في البطن، منظار بطني. بطني بالظبط. منظار البطن بيحتاج تحضير زي ما قلت لحضرتك قبل العمليه، وبيحتاج برضو مهاره معينه علشان العمليه ما تاخدش وقت طويل. في سؤالين بس في منظار البطن. ورم بيبقى حجمه كبير في ساعات البطن، هنطلعه زي من خلال منظار بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان احنا ممكن نقطع الورم بعد ما نشيله. الطريقه الثانيه في جهاز بيفرم الورم زي المرسليتور بالظبط، بيفرمه 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 ويطلعه. وامان مفيش اي مشكله؟ ما فيهوش اي مشكله، بنبعد خالص ونعمله يعني، ما فيهاش مشكله خالص. نبعد عن كل طبعا الاعضاء طبعا. انا خايف لحاجه تتفرق. والست الست تعيش حياتها عادي عادي جدا. ثالث وسيله هي الفتح، لو الورم كبير قوي قوي، او الورم كان البلاد فلو اللي رايح له او التدفق الدم اللي رايح له كتير، واحنا خايفين ان يحصل اي حاجه اثناء المنظار، بنعمل موضوع الفتح ده. نقطة مهمة عايز أقولها لحضرتك، عملية الأورام الليفية لازم تتعمل، ونخلي بالنا كويس جدا من حاجات معينة أثناءها علشان ما نضرش المريضة. أول حاجة إن إحنا نخلي بالنا جدا من تجويف الرحم. ساعات الأورام الليفي بيبقى داخل جوه التجويف بتاع الرحم، وعلشان نرجع التجويف لشكله الأصلي دي محتاجة إن إحنا نبقى عندنا حرص جامد جدا جدا وإحنا بنرجعه عشان يرجع تاني التجويف كويس. ما تعانيش بعد العملية إن التجويف ما بقاش كويس بعد العملية، أو صغر أو قل. طبعا دي حاجة، أو حصل فيه التصاقات ساعات من الغرز لو جوه التجويف والجراح مش واخد باله، ياخد غرزة جوه التجويف، التجويف يتقفل. فدي طبعا دي مشكلة لازم نخلي بالنا جدا منها. نخلي بالنا جدا جدا من فتحات قنوات فالوب. احنا عايزين واحدة عايزة تحمل، نشيل الورم الليفي من غير ما يأثر على فتحات قناة فالوب، ونتأكد ان احنا بعيد جدا، الفتحة اللي احنا بنفتحها تبقى بعيدة عن فتحات قناة فالوب، يعني بعيد عن الحتة دي. ايوه عن الجناب. عن الجنب. ايوه بالظبط حضرتك. شايف كده بعد قناة فالوب وفتحتها، فلو الورم قريب انا بشيل هنا، ببقى حارس، ببقى حريص جدا فيها. مدخل قناة فالوب ده مدخل مهم جدا وما بيتشافش اثناء العملية، ولازم نبقى بمجرد بس تشريحيا نبقى عارفين ان احنا بعيد عنه. الحاجة الثالثة والمهمة جدا ان احنا نحاول بقدر الامكان نتفادى التصاقات اللي هتحصل بعد العملية، لان لو العملية فيها دم كتير او الغرز كان فيها دم كتير، ممكن جدا يحصل التصاقات بعد عملية الورم الليفي، ويحصل تأخر برضو. فدي الثلاث حاجات المهمة جدا جدا واحنا شغالين عملية ورم الليفي. طيب عايز اسأل حضرتك، اقول لك واحنا بنتكلم على الاورام الليفيه في المانجمنت بتاعها او في الاورام الليفي عموما، من الذي تجعله يرتدي البدله الزرقاء في السجن؟ يدخل السجن بدله زرقاء اهو اهو، وكلبشات وبتاع وجو كلبش خالص. وسؤال لها. هو من ضمن الكلام، هو ضمنيا انا قلت يعني ضمنيا انا قلت في الكلام الحاجات اللي ممكن تدور. احنا طبعا لازم نقول كلمة بصفة عامة وبقولها لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا، مفيش دكتور بيبقى متعمد انه يدور المريضة بتاعته ابدا ابدا، دي عمرها يعني. هي كل حكاية بتبقى مجرد ان التطبيق اللي تعلمه مع الحرص مع الخبرة بيتفادى حاجات كتير قوي قوي. فلو ما طبقش وما بشكل جيد اللي تعلمه ومفيش الخبرة ومفيش الحرص، يلبس البدله ومفيش تحضير مش تحضير كويس للحاله طبعا، ومفيش كمان انتقاء للحاله اللي هتستفاد. يعني انا ما دخلش حاله ما عندهاش شكوى خالص، عندها ورم الليفي، اقول لها لازم تعملي ليه، هي مش بتشتكي، هي مش جايه من الورم ده خالص. واخد بال حضرتك؟ فدي طبعا برضو من الحاجات ابها صعبها. مين اللي تلبسه البدله الحمراء؟ ده عمل نصائح اكيد، عمل مصيبه كبيره طالما بدله حمراء. حضرتك لا، ده اسئله صعبه قوي قوي دي. يا اسئله صعبه قوي. اللي يخطر في بالك انت شايف ان ده اسوأ حاجه ممكن تعمل مع الورم الليفي؟ هو اسوأ سيناريو ان الرحم يتشال، ده يعني بتبقى حاله داخله تعمل ورم ليفي ويحصل يعني حاجه خارج الحسابات يعني.
لسبب من الأسباب اللي احنا اتكلمنا فيها ان مفيش تحضير كويس مثلا او مفيش مثلا التكنيك بتاع الجراحة او كده، والورم بدل ما نشيل الورم نضطر يبقى في نزيف حصل شديد اه، فطبعا الموضوع ده طبعا مش حلو يعني. اها، اذا صحب بعدم تحضير جيد واذا كانت الحاله فعلا ما كانت ممكن نتفادى ازاله الرحم. بالظبط اه بالظبط، لانه في حالات اعتقد يعني انديكيتد ان احنا نشيل، لا انديكيتد طبعا اه في حالات اه ان احنا نشيل طبعًا الرحم لما يكون ورم ليمفو منتشر جدا وخلاص وسن كبير وقلقانين من تكرار الموضوع او قلقانين من يقلب فممكن بالزبط اشيل، لكن بالزبط اذا توفر فيها الشروط اللي احنا قلناها او حاجات اللي احنا قلناها مفيش تحضير مفيش الخبرات في والتقنيه الجيده وبالتالي حصل نزيف. بالظبط بالظبط، شرف كبير لينا وجودك معانا بجد واسعدتنا جدا جدا طريقة جدا، واسعدتنا في يعني تعليقاتك على البدله الزرقاء والبدله الحمراء رغم ان رغم ان انا معلق رغم ان هو لا بالعكس انت علقت بذكاء شديد وبدبلوماسيه رائعه جدا، انت علقت بدون ان توجه الكلام بشكل مباشر، يعني في البدله الزرقاء قلت ووضحت انه عدم التحضير وعدم التقييم الجيد وان انا بدخل حد مش مستحق تعمل له واعمل له ده يلبس بدله ده. طبعا الحمراء ده انت حطيت واضحه جدا، بالعكس كانت بدله انت فاجئتني بيها ورائعه جدا، الا حاجه ما اتحضرتش كويس فاضطرينا نعمل كارثه للمريضه اللي هي ازاله الرحم، وهنا بعد ازاله الرحم مفيش فرصه للخلفه اساسا. بالظبط، فدي بدله حمراء حمراء. نورت وشرفت وشرف كبير دائما، ودايما اسكندريه ليها نجوم كده، فواحد من نجومها النهارده كانوا موجودين في عالم الاخصاب المساعد الاستاذ دكتور وائل الجزائري استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه اسكندريه، عضو الكليه الملكيه البريطانيه لامراض النساء والتوليد بانجلترا، ومدير مركز انجاب للخصوبه والصحه الانجابيه والحقل المجهري، ومدير وحده الحقل المجهري بمستشفى الفا العريقه باسكندريه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. لكم دايما مع الدكتور، اهلا بكم. ظهرنا ملطشه، ملطشه عبر اليوم في ساعات اليوم وعبر الشهور والسنين، يعني في اليوم من اول ما حضرتك بتقوم قاعد على كرسي عربيتك البايظ اللي مش مظبوط الملوح اللي انت مش عايز تصلحه، ماشي على طريق كله مطبات وساعتك بتاخد مطبات وساعات بيجي لك انت مطبات، وفي طرق اساسا مش مناسبه للهيومن بينج في 2022، خلينا واقعيين رغم ان احنا بنحاول، لكن ده حصاد 30 سنه من الاهمال في الطرق. حاجه تانية ان حضرتك بتقعد كتير فما فيش رياضه، وبتاكل كتير ففي وزن بيزيد وحمل على الظهر، وظهرك بتعرضه احيانا الى مشاكل عديده مفاجئه، زي انك تروح الجيم مره واحده او تفكر تلعب كوره مره واحده وتتعامل على انه في الجيم كاميرات مصوبه اليك والعيون تبحث عنك فلازم تبان قوي وتبان جامد جدا فتشيل بزياده فتضر ظهرك. غير كده بقى اللقطات المخيفه، حادثه خفيفه، خبطه خفيفه. على فكره هنا شركه عربيات عملت تجربه لحوادث السيارات زي انيميشن، ما تعرفش ايميتيشن، يعني حاجه محاكاه للي ممكن يحصل في حادثه عربيه. طبعا دي حادثه عنيفه، لكن انا بقول لكم في حوادث بتضر ظهرك كل يوم مش لازم تفرقع الايرباك فيها ولا لازم يبقى يعني حادثه بقى اللي بنسمع عنها، لا حاجات بسيطه، فرمله جامده يا اخي تضر ظهري، اه طبعا، مطب يا اخي خدته كده على سرعه يضر ظهري، اه طبعا. يا جماعه العربيات زي ما هي وسيله مواصلات هي وسيله مخيفه جدا بتدمر صحتك، لانها اولا ما بتخليكش تمشي، ما بتخليكش تتحرك، ده في ناس بتركب العربيه عشان تروح السوبر ماركت. السوبر ماركت اللي على اول الشارع او بره المكان اللي انت ساكن فيه على اخر الكومباوند، وطبعا في ناس بقى يعني حتى ما بتركبش العربيه ولا بتروح السوبر ماركت، هوم ديليفري، الو ابعت لي. وفي الاخر كل المحصله القعده الغلط، الحركه الغلط، الشيل الغلط، التقل والوزن الغلط، العربيات والقعده فيها الغلط، الشوارع الغلط، في الاخر الغلط بيجي على ظهرك وبيبوظه، والنتيجه مخيفه جدا، الام بتزيد وبتطنش. طبعا لو استمرنا بقى بما ان كل اللي انا قلته ده قله ثقافه، كمل بقى
في قلة الثقافة في الجزء الثاني من القصة الدرامية. مش عايز تروح لدكتور، ولو روح لدكتور متشكك وعملت تبص له نظرات عجيبة غريبة، كل ما يقول لك على حاجة على فحص أو على قرار علاجي تبص له الأول بصة كده فيها نوع من التجديب، أصل أنا قريت، أصل ابن عمي حصل له، أصل ابن خالتي راح ورجع ما بيعرفش يمشي كويس، أصل أصل طبعا جمل. وبعدين نقرر العملية، تخرب أنت من العملية، معاد العملية وحجزنا لك معاد في المستشفى، وفي ناس بتدفع فلوس مقدم وما تروحش ما تروحش، وبعدين ترجع تاني في وقت مخيف جدا، ده أنا رجلي ما بقدرش يمشي بيها كويس، ده الشبشب بيهرب من رجلي، ده أنا ما بعرفش أتحكم في البول، هروح للدكتور. وجملة مخيفة أنت بتقولها، مش مخيفة، جملة ملهاش معنى، يا دكتور أنا عايز أرجع زي ما كنت من 10 سنين. دي مسؤوليتك، لازم ترجعني ألعب كرة تاني، أنا بقالي 10 سنين بقى أعاني، أنا عايز أنسى ده كله بعد العملية. تعالوا نفهم اللي أنا قلته ده موقعه إيه من الحياة في لقاء مهم جدا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات المخ والأعصاب النهاردة، في الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. ازاي يميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضروف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها تمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز واحد من سوبر ستار هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، نورت الدكتور كالعادة. أنا بحضرتك دكتور أيمن، إزيك؟ الله يخليك. الله يخليك. عايز أبدأ الحياة بالنسبة لمريض الانزلاق الغضروفي أو مريض آلام الظهر تنقسم إلى قسمين، سيناريو ثقافات غلط وتصرفات غلط، ثم مشكلة، ثم سيناريو تصرفات غلط وثقافات غلط في التعامل مع المانجمنت أو العلاج لهذه المشكلة. فاحكي لي بقى السيناريو كله بيجي لك شكله عامل إزاي؟ هو مشكلة المريض بتاع ألام الظهر والعمود الفقري ككل، سواء الظهر من تحت أسفل الظهر أو الرقبة أو المنطقة الصدرية، إن هو المريض بيبقى عنده فكرة معينة في دماغه هو جاي بيها، يعني هي مش القصة إن عنده مشكلة جاي يعرضها، يعني أصل دايما القصة بتبقى هم طرفين، يعني مريض عنده شكوى ودكتور هيسمع ويبدأ يفكر في حل الشكوى بتاعته، يحل له المشكلة بتاعته، لكن المريض نفسه ساعات بيبقى جاي بشكوته وعايز الحل اللي في مزاجه هو كده، انا عايز شويه علاج بس اخف، عايز بس اعرف ادخل الحمام، يعني انت عارف في كلمات كده بقت متداوله وهي ثابته في الموضوع وفي العلاقه بين الطرفين، يعني بيشتكي جامد جدا من الم مع الوقفه ومع القعده ومع الصلاه، لو بيوطي لو بيقعد، لو هو قعدته مكتبيه عنده مشاكل جامده جدا، يقول لك انا مجرد ما اجي اقوم من على المكتب واجي اخد امتي او افرد امتي كده عذاب العذاب، الالم بيبقى في اسفل الظهر وممكن ينزل على الفخذ والرجلين وممكن ينزل على منطقه الحوض، ممكن يبقى في رجل واحده، ممكن يبقى في الرجلتين، ممكن يبقى معاه تنميل وخدلان وممكن ما معهوش، واخد بال حضرتك؟ الراجل التاني بقى اللي بيشتغل سواء مزارع، سواء بيشتغل في معمار، سواء بيشتغل الاعمال اليدويه دي كلها، يعني تبدا تشوف بقى القصه، يعني انا اول مثل يعني حضرتك بتشتغل ايه؟ يقول لك انا بشتغل في طائفه المعمار، تعرف ده بقى حداد مسلح، نجار، واخد بالك من اللي بيشيل رمل وحديد وبتاع. هختارهم على فكره اللي بيشيلوا الرخام. اه طبعا. لا اصل انا اتعاملت مع البونه كتير قوي،
فلقيت ان الرخام ده كارثه. اه طبعا قطعه رخام قد كده اوزان تقيله جدا أوزان وزنها تقيل قوي وبياخد اوضاع صعبه يعني اه لان هي بتبقى حجمها مش كبير بيبقى موطي بيستخدم الات في نفس الوقت وبتاع يعني الموضوع معقد جدا وفي نفس الوقت هو ما عندوش رفاهيه الراحه ولا عنده رفاهيه الشكوى وحتى لو هو قادر يشتكي العلاج بتاعه ده قصه يعني اصل اول كلمه في علاج الظهر ايه راح طيب هو مش عايز يستريح او ما عندوش ظروف تخليه يستريح لان برضه ظروف الحياه وصعوبه الحياه بتخلي واحد طب هاكل منين يعني انا اصل هو معظم الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول اعمالهم هي بتبقى يوم بيوم شغلهم مرتباتهم دخلهم يوم بيوم يعني ما عندوش دخل ثابت وشركات تامين وبتاع ومتغطي وكفرد كويس جدا والدنيا ماشيه معاه زي الفل لا ده يعني غلبان جدا فعلا وتعبان يعني حتى لو معاه قرشين ما بيبقى خايف يصرفهم على علاجه اللي عنده التزامات تانية مع دخول مدارس مع بنته اللي هتتجوز مع ابنه اللي مش عارف داخل كلية وجامعة فتلاقيه هو دايما مضغوط وهو بيخلي نفسه آخر الاهتمامات انا معرفش دخول المدارس بقى مشكلة بقى حمل جامد قوي جدا كل بس هي الحياة كلها بقت يعني معقدة جدا وعلى كل المستويات بس كل مستوى برضو له مشاكله يعني واخد بال حضرتك يعني المدارس العادية بقت مشاكل طبعاً. عشان انا خلاص داخل المدارس ده احنا من شهر 6 والناس بتحجز دروس وبتاخد دروس في الاجهزه علشان لما تبدا العام الدراسي في شهر 9 يعني الموضوع بقى معقد جدا وبقى صعب جدا يعني الحقيقه القضيه بقى ان المريض ده هو خد الختم بتاع مريض العمود الفقري هو بطبيعته بيشيل بيوطي بيعمل مجهود زياده الراجل قاعد بيعزق في الارض او حياته رفاهيه بس ما بيمارسش رياضه وظهره ضعيف الطرق اللي حضرتك بتقول عليها المطبات الحوادث الاصابات الحاجات دي بتحصل بشكل يومي ودوري يعني انا مثلا ما اجي لمدرسه تقول لنا بس اكتب بس تقرير ان هم يريحوني لان هي مثلا تبقى من البلد هنا مثلا سي وشغلها على بعد 30 كيلو بتاخدهم في توك توك او في ميكروباص او في بتاع ودقدقه في الطريق وخبط في الطريق طيب ما تخلوها في مكانها يعني الموضوع بسيط جدا انك يعني خلي من البلد دي تبقى في البلد دي مش تحذفه في حته تانية وتاخد ناس تانية من المكان ده هي عمليه اعاده تنظيم يعني الناس بتتعب وبعدين لما تيجي تقول له طب خلاص خد اجازه لا ما بيديلهمش اجازه لو تبار حضرتك طيب نريح لا ما هو ده هيتوقف المرتب وهيتوقف مش عارف ايه بقى الموضوع صعب جدا دخلنا في حدوته ان احنا بقينا مرضى في العمود الفقري اول كلمه بنقولها مع المريض ايه طب ما احنا عايزين شخص التشخيص محتاج اشعاعات والنهارده تكاليف الاشعاعات والحاجات دي برده مكلفه ده بقى عبء تاني يعني هو بيخوفه يعني المريض النهارده بقى بيخاف يروح للدكتور يقول لك ده هيطلب مني اشعه وهيطلب مني تحاليل وهيطلب مني ابحاث ورشطه وكشف فيبدا هو يمشي في السكه التانيه بقى اللي هي سكه ايه الراجل ابو عصايه الراجل اللي بيشد اللي بيعمل تدليك الحاجات اللي هي البلد البسيطه تندرج الى اصلي واحد بيكوي بالنار واحد بيعمل خزام واحد بيعمل حجامه واحد بيعمل تشريط كل ده علشان اهرب من سكه ان اروح لدكتور واخد بال حضرتك وكل ده عمره ما بيحل موضوعنا لان المواضيع اللي هتتحل بالحاجات دي هو اللي كان لو خد رشده دواء واحده وريح اسبوع 10 ايام كان الموضوع جاب نتيجه واخد بال حضرتك لكن هو يروح ويعمل الكوي بالنار ويريح بقى بعدها اسبوع 10 ايام اصل الكوي بالنار لكن لو الدكتور قال له رايح 10 ايام مش هيريحه واخد بال حضرتك فده فكر احنا بنحارب الفكر ده طيب راح للدكتور وعرف التشخيص بتاعه ان عندك غضروف هل كل غضروف عندنا محتاج تدخل جراحه وعمليه تقبل المريض لهذا الكلام ده بيختلف في حد بيبقى عايز يخلص وما عندوش وقت وعايز ينتهي من الالم ده عشان يمارس حياته خلاص طب انا عايز عمليه هعمل عمليه في واحد تاني لا بقى انا عايز اي حاجه كله الا العمليه انا مبدئيا رافض العمليه طيب معلش طب انا يعني حاله جراحيه ما الحاله الجراحيه عندك فقره مكسوره زي هنا مثلا الفقره هنا مكسوره وسقطه يجي 2 سم من مكان وده كتير جدا بنشوفه دلوقتي الحقيقه اخد بال حضرتك والفقره سقط هنا ملهاش حل غير ان انا ارجعها مانيوال ويدوي كده هو باجهزه يعني ديت عشان ترجع خلاص ولازم تتثبت في مكانها عشان ما ترجعش تاني يعني ما ينفعش هنا ندخل يقول لي طب شيل الغضروف بس ما ينفعش اشيلك الغضروف بس ما اسهل ان انا اشيلك بس انت مش هتحسن يعني احنا بنتكلم دايما على النتائج وتكون نتائج طويله المدى ودايما هي نصيحه انا بقولها يعني دايما بعد عمليات جراحات العمود الفقري انت بتحتاج فتره
واخد بالك، فتره انتقاليه ما بين المجهود اللي انت متعود انك تعمله عايز ترجع له وما بين المرحله اللي احنا بادئين بيها بعد العمليه. يعني احنا قبل العمليه كنا عاجزين مش عارفين نعمل حاجه، ما بنعرفش نقعد، ما بنعرفش نمشي، ما بنعرفش نشتغل، ما بنعرفش نوطي، وصلنا لمرحله من العذاب. طب بعد العمليه ليه متخيل ان انا مجرد ما عملت العمليه يبقى تاني يوم لازم كل الامور ترجع لطبيعتها؟ مش هترجع لطبيعتها، هي هتتحسن تدريجيا الى ان تصل الى الطبيعه اللي انت عايزها. بس هناك قاعده طبيه دايما بتقول لك ايه، انت اتاخرت قد ايه، ما هي مده المرض تساوي مده الشفاء والتشافي. يعني انت مريض بقالك 10 سنين، الموضوع على الاقل اديله سنه سنتين لحد ما الدنيا ترجع. يقول لك انا لسه هستنى سنتين؟ يا فندم انت هتتحسن تدريجيا الى ان يحصل بقى استكمال الشفاء في سنتين. هترجع طيب. ليه سابق او قريبا من سابق لياقتك. طب في وسيله ان انا اسرع بها المده؟ لا مفيش، العمليات عملت، الباقي بقى هي مرحله لتعافي العصب نفسه. يعني العصب اللي كان مضغوط، العضلات اللي كانت ملتهبه وضمت جدا. يعني العصب لما بينضغط جامد بيبدا يضعف ويخس، العصب ده عشان يرجع يكون حاجه بنسميها المايلين شيث حواليه تاني، ماده دهنيه حوالين العصب، دي اول حاجه بتتاكل في الانزلاق الغضروفي، وديت اللي بتخلي المريض يحس بايه؟ بالقلب، بالكهرباء. يقول لك انا بدات احس بلسعات في رجليا، شكشكه زي الابر، دي تعرف خلاص ان العصب بدا يدخل في المرحله بتاعه التاكل نفسه. التاكل دي معناها ايه؟ ان الماده، عارف زي سلك الكهرباء اللي متغطي ببلاستيك كده علشان ما يلمسش الكهرباء، تخيل بقى السلك ده انت قشرته كده وخلعته، هيلمس، هيكهرب ويكهرب الانسجه المحيطه، ده اللي بيحصل في العصب. لما تتاكل هذه الماده الدهنيه المغطيه اللي بنسميها المايلين شيث ديا، الغلاف الدهني ده، يبدا يحصل تلامس العصب ويزود الالم والكهرباء تبقى طايره فيه، وجع رهيب جدا. طب علشان ترجع الماده دي تتكون، بتتكون تاني، بتتكون، بس بتحتاج وقت، وعلى حسب حجم فقدانها على حسب المده اللي هتزيد او هتقصر في تكوينها. طب المريض بعد ما بيعمل عمليه، في ناس خلاص انا مش محتاج اعمل له علاج طبيعي ولا حاجه، وفي ناس تانية محتاجه انا اعمل لها علاج طبيعي. طيب ايه الجديد بقى في جراحات العمود الفقري؟ النهارده ممكن تعمل الغضروف بفتحه قد كده بمنظار. طيب لو الفقره ثابته، طب لو الفقره متحركه، لا الموضوع هتاخد قرار جديد بقى شويه، هنكبر شويه الفتحه عشان نعمل حاجه اسمها تثبيت فقرات. واخد بال حضرتك؟ عملنا تثبيت الفقرات، الفتحه قد ايه؟ 3 سم 5 سم كده ماشي. طب امال ايه الفتحه اللي بتلاقيها 7 سم 8 سم؟ في بقى، ما انا لقيت فقره 2 3 4 انت طالع. يعني هنا مثلا تثبيت للثلاث فقرات، وبنركب هنا بنسميها دي الدعامات او المسامير ذات الرؤوس المتحركه والقضبان، دي خلاص دخلنا وركبنا بتقنيه. طبعا الموضوع يعني معقد شويه لان احنا بنستخدم تكنولوجيا عاليه جدا، وبنحتاج اجهزه اشعه وتصوير، وبنحتاج اجهزه تسجيل الحس العصبي بتاع الاعصاب عشان ما يحصلش اصابه بالعصب، لان كتير جدا من العيانين اللي بيعملوا عمليات في اماكن غير مجهزه ممكن يجي لك يقول لك بعد العمليه مش عارف يمشي، جاله شلل بعد العمليه، يعني طلع كان داخل العمليه بيمشي وطلع بعدها ما بيمشيش. هي القصه بتبقى الفرق هنا في ايه؟ في الامكانيات المتاحه للجراح ان هو يلاحظ المريض جوه العمليه، لان المريض وهو جوه العمليه نايم ما بيديكش رد فعل. يعني مش هيحرك رجل ولا هيقول لك انا بحس بألم، لكن تبدا تكتشفها امتى؟ بعد الافاقه. طيب لما يبقى عندك اجهزه ووسائل علميه حديثه تخليك تقدر تكتشف مثل هذه المضاعفات وانت جوه اوضه العمليه، يعني في عندنا اجهزه تخليك النهارده تديك اشاره والارم، واخد بالك، قبل ما تيجي جنب العصب، عارف زي السنسور بتاع العربيه لما العربيه هتخبط او هتصطدم بحاجه يزمر كده ويديك اشاره، واشاره ضوئيه وبتاع، ده بيعمل كده. فبالتالي احنا بيبقى عندنا حاجه نسميها مستشعرات حس كهربائي للعصب، نيجي على مسار العصب وبنحط كده مجسات كده نقدر نقيس بيها الايه؟ الكهرباء. هي كهرباء لها ذبذبات معينه، اول ما تلاقيها بدات تي 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 تعلى وتديك الارم الزماره والصفاره دي، اعرف ان انت قربت من العصب. احنا ساعات بنضطر نقرب من العصب، يعني في العمليات اللي هي المرتجعه، يعني الغضروف المرتجعه اللي حصل فيه تليفات والتصاقات جامده جدا، انت كل شغلك جوه العصب. ليه؟ عشان اسلكه، واخد بال حضرتك، بس اسلكه مش اقطعه. لو انت جيت ايدك بقت تقيله شويه على العصب،
واخد بالك، يبدا يديك بقى الالارم ده، يقول لك لا خف بقى شويه، يعني استنى بالراحه وخد وقتك واشتغل بالهداوه. الكلام ده كله موجود وبيدينا رد فعل جميل جدا جوه اوضه العمليه. يعني انا ممكن اجي اعمل عمليه صغيره في حته قد كده اقعد فيها 4 ساعات، انا مش زهقان ومش متضايق وما عنديش حاجه، بس هو الجهاز ده كل ما انا اجي اشد نفسي شويه يقول لك ايه ده العصب ده ما يستحملش. واخد بال حضرتك؟ ما هو على حسب قوه العصب معاك وقوه العضل. وفي عمليه دي تخلص كلها في 40 دقيقه. واخد بالك؟ العصب قوي يستحمل. فبتختلف من واحد لواحد. النهارده بقت مشكله الجراحات العمود الفقري هي مش العمود الفقري، هي الامراض المصاحبه. يعني احنا النهارده بقى عندنا حاجه مهمه جدا، يعني انا النهارده بيجي لي مريض يقول لك، وخلي بالك دي بقت كتيره جدا، انا مريض عنده غضروف وغضروفين في ظهره وتعبان ونفسه يعمل عمليه، هو نفسه يعمل عمليه ويتخلص من الالم، بس مشكلته انه السنه اللي فاتت عمل دعامه في القلب وكان عنده شريان ضيق ولسه عامل قسطره وكان ماشي على ادويه سيوله، بياخد اسبرين وبياخد مش عارف ايه والحاجات اللي هي بتاعه السيوله دي. طب دي عايز يعمل عمليه، طب اعملها ازاي؟ واخد بال حضرتك؟ كانت بتواجهنا المشاكل دي قبل كده، لان كان التخدير ما كانش يقدر يعمل الحالات دي، لان النهارده بقى في انواع من البنج معين تقدر المريض ده يعمل عمليه ويتعافى، بس كل اللي بنطلب منه حاجه واحده، وقف ادويه السيوله ونعمل ايكو على القلب نشوف ايه عضله القلب وكفاءه القلب. وكنت مع دكتور القلب واحنا بنعمل عندنا دايما قبل العمليه دايما في دكتور الباطني بتاعنا والقلب، وفي عندنا عشان الضغط والسكر والقلب، وفي دكتور التخدير وهو برضه متخصص باطني وسكر وقلب. دكتور التخدير ده بناخد منه القرار. طب احنا دخلنا المريض هنعمل عمليه وهم شافوا ان العمليه هيبقى فيها خطوره، بقول له لا استنى بقى نعالج الاول ونكمل، ما عندناش مشكله من ده. فالامراض المصاحبه بقت مشاكلها كتيره. يعني مريض عنده سكر غير منضبط وسكره تراكمه بيطلع 11 و12 و15 و13 ارقام صعبه جدا، او تلاقي عنده الانزيمات بتاعه الكبد عاليه جدا، او تلاقي وظايف الكلى عاليه جدا. اصل احنا لما بنشتغل هي الجسم ده منظومه متكامله، فمش هتدخل عشان تصلح حاجه وتفسد الباقي، لازم يبقى فيه تكامل. بنبقى شايفين هذا الكلام. والحقيقه من بعد الكورونا واحنا بنشوف اعراض كتيره جدا غريبه، انت عارف تجلطات الدم، تجلطات الدم ومشاكل القلب اكتر بكتير جدا، تجلطات فرصه تجلط الدم زادت بعد زادت الكورونا. ومشاكل الوهن العضلي وتعب العضلات وارهاق العضلات بعد الكورونا مايكرو امبولاي ظهر كتير جدا. نورت وشرفت وشرف كبير لينا دايما وجودك معانا. ربنا يخليك استاذ ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الرائعه الهامه جدا في عالم الدكتور. خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. الحاجه اللي ممكن تخلق مجرم، اللي ممكن تحول مسار انسان من اتجاه لانسان الاتجاه تاني، اللي بتظل زي ما تقول شوكه في جسم وفي عقل وفي وجدان كل بني آدم، هو التنمر. التنمر خطر جدا يا جماعة، والمتنمر واحد من أسوأ الشخصيات في الحياة عموما. الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الآخرين، بينتظر فيهم أخطاء وإلى آخره. والتنمر أنواع وأشكال وإلى آخره، في كل برانش في الطب على فكرة في حاجة دايما إحنا نقف في التنمر ونقف نتكلم عنها. لكن السمنة واحدة من أشهر صور تنمر، وتصل السمنه مع المريض بتاعها انه خلاص بقى بيبقى يعني زي ما يقول استوى الراجل. الشاب ده بيبقى طالع من هو طفل بيتريقوا عليه ويتنمروا عليه ويسموه يعني بتاع المغامره الخامسه اسمه توفيق. طب صحابه كانوا مسمينه ايه؟ تختخ. وفضل تختخ ده في وجداننا، وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبه، لان كان كل الناس اللي تخان كانوا يتقال لهم فلان ده غلط غلط كبير جدا. لكن هنعمل ايه؟ الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده، فنعمل نحارب السمن. الاهل لازم يحاربوا السمن. واوعى تتنمر بابنك بقى، ما يجيش التنمر من الاهل، ما يبقاش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقي ابوه بيتريق عليه ويلاقي اخوه بيتريق عليه ويلاقي والدته بتتريق عليه، ما يصحش ده بقى الغلط الكبير. طب نعمل ايه؟ نقف جنبه. ودلوقتي جراحات السمنة أجمل حاجة بسمعها إنهم كل شوية بيقدموها. في دلوقتي جراحات بتعمل في سن مبكر. هنسأل النهاردة ضيف العزيز في هذه المنطقة المهمة جدا، طبعا اسم متميز للغاية وقيمة علمية كبيرة بتبقى دايما
حواري معها في الدكتور شيء يدعو للسعادة ويدعو إلى الكثير جدا من الحماس العلمي. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة مستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. النهار هبدأ بالأطفال. أنتوا دلوقتي احكي لي بقى يعني كده الأول مقدمتك الحلوة عن جراحة السمنة في هقول اليانج أدلت أو الأطفال. الأطفال طبعا من سن 11 سنة يمكنهم إجراء العملية، بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق 100 كيلو يعني يعني حاجة بسيطة يعني. طبعا في مقاييس تانية بالبرسنتايل والبادي ماس إندكس، لكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي أو يعني كمصريين احنا بنخاف على أطفالنا أصلا من إجراء أي نوع من العمليات. لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنقه او مش بعيد خالص ان هم يصابوا بنفس الامراض. السمنه ما بتفرقش يعني، يعني الطفل اللي هو وزنه زياده طبعا ده عنده مشاكل، يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير دهوت، انه الطفل معزول وخاف يندرج في المجتمع وعنده مشاكله النفسيه ومشاكله الصحيه برضو كمان. يعني السمنه مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضغط ومش هترحمه من قطاع النفس اثناء النوم، اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسه بتاعته طبعا طول الوقت، عايز يشبع بقى من النوم، الحلق مليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه، وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض. فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض ان هي تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيره، هو دي سمنه مفرطه يعني ما لهاش. فطبعا انقاص الوزن حاجه مهمه جدا، احنا طبعا ما بنعملش عمليات كبيره في الاطفال، يعني هي عمليات زي تكميم المعده اللي احنا عارفين تماما انه العمليات زي تحويل المسار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز، وده طبعا ممكن يؤثر على الطفل في نمو هرموني او نمو عظام او نمو بصفه عامه يعني. فما بعد 11 12 سنه ممكن يعمل العمليه. طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنه ولسه يعني قدرته المينتالي مش قادر يتواصل مع المجتمع، او ان هو مش هيقدر يستخدم التول دي انه يقدر ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني، لا اجله شويه يعني. هو طبعا لازم المينتاليتي او حتى التواصل الكوميونيكيشن لازم تو بي اسيسد كجزء من المنظوم. الطفل برضو اللي ما يعملش اللي ما عندوش سبورت عائلي يعني الاسره نفسها مش متحمسه لان هي تساعده، لان الطفل اللي هو عمل عمليه تكميم دي من ابسط العمليات، هي لا تؤثر على الامتصاص. يعني انت شلت جزء من المعده، صغرت حجم المعده يعني، فده معناه ان هو يعني لازم يحافظ شويه من السكريات من الشوكولاتات من الايس كريم، وده صعب جدا على الطفل. عشان كده لازم يكون في دعم اسري يحافظ عليه شويه، او ان هو يساعده في ان هو يتواصل ما بعد العمليه او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العمليه. فهي عمليه السمنه في الاطفال احنا بنختصرها. الحاجات الثانيه الاوبشنز الثانيه مش متاحه. انت طفل مين اللي هتقعد تقول له اعمل نظام تغذيه هو وزنه يعني كبير كاسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوس من المفاصل يعني عظمه متني يعني خلاص تقوس يعني مش قادر يتحرك بتاعته، مش ده اللي هيتابع نظام غذائي. تعال بقى هات راكب بالون، ما البالونه دي قبل 15 16 سنه المعده لن تستوعبها حجمها ما يعني ما بركبهاش. طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده؟ لا، يبقى اذا عمليه تكميم المعده من العمليات المفيده الامنه التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال. هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال. تمام؟ من يريدون الاطفال دي كيس قدامي، يعني واحد بعت لي 31 سنه 38 سنه متجوز من 8 سنين، من اكثر من 8 سنين. حاول ينجب اكثر من مره، وكل مره يروح يتقال له لازم تنزل وزنك، ده راجل كمان على فكرة. السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم أن الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الإنجاب، لكن قليل من الناس مش متخيلة حجم زيادة الوزن تأثيره السلبي إيه على الإنجاب بالنسبة للذكور نفسهم لجودة الحياة المنام. والله هما الاثنين يعني طبعا الذكور والإناث في نفس الدائرة يعني. طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبة في طريق الإنجاب عند الرجال وعند النساء،
عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحه والقدره الانجابيه او القدره الجنسيه. انا طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبه في طريقهم، لان بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى نسويه. مش بس كده، ده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدره برضو الانجابيه، زي السكر. انت يعني السكر ده ما هو حاجه مرتبطه بالسمنه المفرطه. السمنه جابت لك السكر، وبالتالي السكر برضو هياثر على الاعصاب وياثر على الصحه الانجابيه. الناس اللي بقى عندهم كوليسترول زايد بسبب السمنه المفرطه وعندهم مركب بقى دعامات وبالتالي يدخل في يعني نقص في كفاءه القلب، وده ينعكس برضو على الصحه الانجابيه بصوره. يعني اقصد انه السمنه هي عائق امام الرجال. في ناس تانية طبعا ده مش مشكلتها بس كده، يعني مش بسبب صعوبة الانتصاب او القدرة على الانجاب، بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيرة وبندلس وساقطة على يعني حتى ميكانيكالي صعبة، فيها صعوبة يعني ان انت تأدي حياتك او يعني الطبيعية يعني. النمرة التانية عند السيدات عندهم تكيس مبيض واضطراب هرمونات، والمبيض يعني بيبقى في وضع اشبه بالمعطل يعني. طيب احنا في سيدات بتنجب بالرغم من وزنها، ربنا يوفقها طبعا. احنا يعني لو دخلت قيصريه دي بيبقى دكتور التخدير بيبقى بيحسب انفاسه في انه يولد سيده وزنها كبير. دكتور النساء بيبقى طبعا في معاناه شديده اثناء المتابعه، وتخيل بقى ان حضرتك ده هيعمل قيصريه في وزن كبير، ده ان حصل حمل يعني. فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقه الفعاله في انقاص الوزن، عمليه تكميم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه 12 ساعه في المستشفى. انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطلك على الانجاب او يعطلك على يعني ان انت تمشي بشنط ادويه وانت في سن صغير. انا يعني يمكن بشوف ناس والله ما كملت 40 سنه وبيقعد في وضع عارف الوضع المرضي الحج بقى، اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحله الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه الطبيعي. بيتقال حج او يحج؟ وصل لمرحله الحج بقى في فتره يعني هو مش بتاعته. مأساة. يعني 40 سنه شباب يعني في لعيبه كوره عندهم 40 سنه بيلعبوا كوره على المستوى العالمي. طبعا زلاتان يعني ابراهيموفيتش ده عنده حاجه ده عدى ال 40 وبيلعب. الناس طبعا يعني طبعا لايف ستايل مختلف شويه ووضع مختلف. فاحنا يعني طبعا هو وعلى فكره يعني هو مجموعه الامراض المرتبطه بالسمنه المفرطه هي بتهزم الوضع السني. يعني انت عندك 40 سنه، انا كنت قاعد مع حد يمكن في العياده بقعد فريندلي كده، في ساعات طبعا بقعد اخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني، فتلاقي السن فعلا صغير وفعلا مش ما عداش ال 40، وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وتدهن الكبد وياخد ادويه للمفاصل ويقول لك انا اصلا عندي انزلاق غضروفي وعندي. انا فعلا يعني بيبقى صعبان عليا جدا يعني كحاجه. مش وضعك ده، مش 40 سنه ممكن. وانا انا يمكن متحفظ في ان انا انقل الصوره نفس الصوره دي على السيدات. تخيل ان الوضع ده الست وتوصل سن لسه سنها صغير في الثلاثينات، والله العظيم بتبقى واخده وضع خمسينات وستينات. يعني ليه كده؟ هو ده السمنه، هي دي السمنه اللي بتحبس الانسان، اللي بتغير شكله، اللي بتغير سنه، اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه عند السيدات. وعلى فكره بقى انا اقول لحضرتك على معلومه، يمكن السيدات اكثر عرضه للتنمر. يعني الكلمه بتفرق معاه جدا. يعني طبعا الستات حاسين جدا للوزن وحاسين جدا بتبقى فعلا، ونسبه الاكتئاب مش قليله خالص عند السيدات بسبب الوزن. نسبه كبيره جدا جدا جدا، وماشيين اوريدي على انتي ديبريسنت. تبقى البنت في 25 سنه وماشيه على ادويه انتي ديبريسنت، ادويه اكتئاب، بتزود الوزن، تلاقيها بقى زادت في الوزن، نفسيتها غير مستقره ويعني في اكتئاب شديد، وتلاقيها ماشيه على ادويه بتزود اصلا الوزن. ما تنزل وزن، ما خلاص ناخد القرار لانقاص الوزن، عمليه في نص ساعه، وبعدين ده حاجه سهله جدا يعني. يعني البنات الصغيرين والاطفال الجراحات فيهم سهله. يعني ايه سهله؟ هو ده احسن واحد يدخل بنج، هو لا سنه صغير،
احسن واحد جدار بطنه مالي يعني سهل ان انت تشتغل فيه بالمنظار. احسن واحد دهونه غير في دهون كده بتبقى معلش ريزيست، لا دهون فعلا ستيكي يعني صعبه وتلاقي الحركه في البطن صعبه من كتر الدهون يعني اتخشبت في البطن. فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراحه. الحوار معك متعه خالصه. شكرا. جدا في كشف اولا النقاط العلميه المهمه جدا، الربط بين السيتويشن الباطنيه مثل تاخر الانجاب، مثل تكيسو المبايض، مثل السكر، مثل الضغط وحالات السمنه، وايضا تفاصيل الجراحيه هتلاقوها دايما في حواراتنا مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليات الجراحين الملكيه الانجليزيه والامريكيه. نورت. شكرا. وابدعت كالعاده الدكتور. هيبقى الحوار مستمر، ولكن زي ما انا بقول دايما بصوت المريض ومن غرفه الجراحات، وهذا امر نتمنى ان نراه كثيرا جدا، لانه بينقلنا الى زي ما بيقولوا من الناحيه النظريه والشرح النظري الى الحوار العملي الى غرفه العمليات. خليكم دايما مع الدكتور. انا اسمي دينا، وزني 116، سني 21 سنه. كنت من وانا صغيره مليانه اصلا، بس كنت بزيد وبتخن وكده. في اخر فتره كنت تعبانه جدا من شكلي، فجاه زدت جدا بعد ما قعدت من الجامعه، اخدت الاجازه بقى وكنت عندي فراغ للاكل ومش بشتغل، فكان وزني زايد جدا وحالتي النفسيه تعبت بقى، وبابايا حتى لاحظ ده، هو ومامتي ما كنتش بنزلش خالص ولا بروح وباجي، فبابايا كان بيشجعني ان انا اجي اعمل العمليه دي. قبل العملية 116 كيلو، ودلوقتي بقيت 92. الفترة ما بين العملية كان 24 كيلو اللي أنا خسيتهم دول كان في 3 شهور. هو اختلف معايا الموضوع في الخروج، نفسيتي ما كنتش بخرج من البيت أساسا، دلوقتي بقيت بخرج. لبسي كل ما ألبس حاجة كانت قديمة عندي ما بعرفش ألبسها بسبب وزني أو شكلي فيها ما كانش حلو، دلوقتي بقيت أعرف ألبسها وببقى مبسوطة قوي قوي قدام نفسي قدام المراية. لو انت عايز تبقي احسن تقفي قدام المراية ومبسوطة بنفسك لازم تعملي ده، ولازم تاخدي القرار ده. قول اي حد عايز يعمل عملية ما تخافش، ولازم تيجي ولازم تاخد القرار ده. الاورام اللي فيها واحدة من المواضيع الشديدة الاهمية. الاورام اللي فيها للأسف كتير من البنات، كتير من عائلات، لأنه ساعات المرض يكون في بنت قبل الجواز أو حتى بعد الجواز، مع برضو العيلة كلها بتبقى مهتمة، بيتأخروا في اتخاذ القرار. الأورام اللي فيها دي تعامل معاملة الحسنة على الجلد، من 40-50% من الستات على الأقل هنلاقي عندها أنا بسميها لوفة، ماشي، أو ورم ليفي. المنظار هو الأسلوب الأفضل في التعامل للمنظار الرحمي. للأورام اللي فيه اللي بتعوق الحمل اللي موجودة داخل تجويف الرحم. طبعا المنظار عملية أبسط بكتير قوي من طبعا فتح البطن، أو أن أنا هي فكرة كلها أن أنا أدخل جوه الأوضة من باب الأوضة وأشيل الحاجة اللي موجودة زيادة جوه الأوضة، أسهل بكتير قوي أني أدخل من سقف الأوضة عشان اجيب الحاجه اللي موجوده جوه الاوضه نفسها. فعشان كده المنظار الرحمي بقى بالنسبه لنا دلوقتي اعجاز، في ان انا هخش وهشوف اللوفه اللي موجوده عندي او الورم الليفي اللي موجود عندي موجود فين، وهشيل الجزء اللي بارز منه اللي داخل جوه تجويف الرحم من غير ما اضطر ان انا الجا الى انا افتح الرحم او اخد غرز في الرحم نفسها. وهو ده اللي بيعمل مشاكل بعد كده في الحمل. ايه الخطا اللي انت بتلوم فيه ايا من كان يتعرض للتعامل مع الأورام اللي فيه؟ ان انا استعجل ان انا اتعامل مع الورم الليفي. الورم الليفي تعامل نقصد بيه تعامل جراحي، اي تعامل معاه. هو الورم الليفي ما فيش تعامل معاه غير التعامل الجراحي. لكن ما ينفعش ان انا شخص، انا 40-50% من السيدات وانا بعمل لها موجات صوتيه، يعني ممكن اي دكتور نسا في المستشفى مثلا الحكوميه بتاعته
هيلاقي متحولة له يوميا على الأقل في العيادة 3-4 حالات، وهي بتعمل سونار لأي سبب آخر على البطن على الحوض. ده انت عندك ورم ليفي، روح يشوف ناس. الورم الليفي ده ما لم يكون مسبب أعراض وأعراض قوية من نزيف من آلام ولا كأنه موجود ولا كأني شفته، ما تدخلش معه. وقت ما هتدخل هتدخل في وقت مناسب للتدخل، الوقت ده لازم ابقى عارف كويس قوي وانا بتدخل انه غالبا هو ده الوقت الوحيد. ان التدخل التاني بيبقى اصعب بكتير جدا من التدخل الاولاني. يبقى سؤال مهم بيطرح نفسه جدا، السؤال ده متعلق بانه هل تخوف الستات حول ازاله الرحم مع الورم اللي في تخوف واقعي ولا تخوف غير واقعي؟ هو تخوف واقعي، بس هو غالبا الحالات اللي اي حاله داخله تعمل استئصال الاورام الليفيه لازم تبقى عارفه انه في احتمال ان شاء الله يكون واحد في الالف ان انا لا قدر الله يحصل نزيف ما اقدرش اوقفه غير باستئصال، بس هي نسب بسيطه جدا. وهو ده عشان كده بنقول التدخل الاولي هو أهم وقت للتدخل، لأن العملية أول مرة أسهل 100 مرة من العملية التانية. فعشان كده التوقيت بتاع التدخل وسبب التدخل عشانه هو أهم حاجة بالنسبة للتعامل مع الأورام الليفية. يعني أكم من حالات بتجيلي شالت ورم ليفي من 3-4 سنين، طب أنت كنت شلتيه ليه؟ كان مسبب لك نزيف؟ لا. كان مسبب لك ألام؟ لا. كنت اتجوزتي أصلا ومسبب تأخر حمل؟ لا، بس اتشال عشان ما يكبرش. طب ما هو هيكبر وهيكبر غيره. انا شلت ده وخرج ظهر غير، ما هو السبب اللي احنا ما نعرفوش الى يومنا هذا ليه سيدة عن غيرها عرضة اكتر لتكوين اورام ليفية هو اللي بخليني مش عارف. انا بعد ما اشيل ورم ليفي الاولاني دوت ايه اللي هيمنع ان يظهر لي بذور جديدة؟ ما انا ما وقفتش سبب ظهور الاورام الليفية. المشكلة بقى ان التدخل تاني مرة أصعب بكتير قوي من تدخل أول مرة. هو ده اللي غالبا ممكن لا قدر الله يتطور إلى استئصال. لكن أول عملية ما تهيليش أن أنا عمري شفت حالة الدكتور أو الجراح لجأ لاستئصال رحم من أول عملية استئصال أورام الليفية. في قضية طبية شديدة الأهمية هنطرحها، هي بطانة الرحم المهاجرة. بطانة الرحم المهاجرة تبقى واحدة من أهم المواضيع الطبية على الإطلاق، لكن أول ما بقول بطانة رحم المهاجرة في كم سؤال بيفرضوا نفسه. أولهم، هل هذه الحالة المرضية زاد انتشارها، ولا إحنا من ناحية تانية أن الأسرة الطبية بدأت تشخص الحالات دي بكفاءة أكتر ومركزة معها أكتر، يعني الطب هو اللي بدأ يركز مش الأمراض الحالات انتشرت؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، هل بطانة رحم المهاجرة حالة مرضية مخيفة مزعجة؟ لأنه في وقت من الأوقات يمكن بسبب حوار الإعلام فيها كتير بدأت الناس تتخوف من بطانة رحم المهاجرة، لدرجة أن الست لما حد كان بيقول لها أنت عندك يا ستي بطانة رحم مهاجرة كانت باللغة البلدي البسيطة بتنهار وبتصاب بصدمة نفسية عنيفة كأنك قلت لها أنت عندك ورم خبيث. فقول لنا بقى القضيتين دول قبل ما ندخل في البطانة. أنا بتعجبني قوي المقدمات بتاعتك. لا والله عايزين بجد فعلا. ممكن يكون فعلا الناس اعلاميا ابتدت تسمع حاجات ما كانتش بتسمعها قبل كده، وابتدى التصنيف الاسامي دي يبقى بالنسبه لهم رنان قوي ومخيف، زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده في قصه الاورام اللي فيه وانت عندك ورم ليفي. ورم يا الفكره كلها بطانة الرحم المهاجره دي، انا فاكر ايام البكالوريوس وايام الكليه وحتى الماجستير هم كان ورقه ولا ورقتين ورقه ونص. الفكره كلها ان الجولد ستاندرد لتشخيص بطانة رحم المهاجرة، أنا ما بشخص بطانة رحم المهاجرة غير وأنا بعمل منظار بطن. أنا دخلت جوه الحوض وشفت بقع، هو يعني إيه بطانة رحم مهاجرة؟ هي جاء بين اسمها بطانة الرحم دي مكانها جوه تجويف الرحم، جوه تجويف الرحم. طيب لو هجرت، وهي كلمة هجرت دي اللي هما بيقولوها من الأول بناء على النظريات اللي حطوها لبطانة رحم المهاجرة، لو هجرت او طلعت او تواجدت في مكان غير تجويف الرحم باسمها هجرت من مكانها وراحت مكان تاني، ايه الاماكن اللي ممكن تبقى موجود فيها؟ اشهر مكان موجود فيه الحوض نفسه.
اللي موجود فيه الرحم شخصيا. لدرجة ان من ضمن النظريات هي اسباب بطانة الرحم المهاجرة الى يومنا هذا نظريات، مش معروف ايه سبب بطانة الرحم المهاجرة، زي ما كان مش معروف ايه اسباب الاورام اللي فيها، ليه السيدة دي عرضة اكتر من غيرها ليه ان يبقى عندها بطانة رحم مهاجرة. طيب من ضمن النظريات ان البطانة اللي موجودة جوه الرحم بتخرج، بنسميها ايه ريتروجريد منستريشن، تخرج من جوه تجويف الرحم عن طريق قناتي فالوب وتنزل في الحوض. حتى كان بيقول اسنان قباض الرحم عشان خاطر يخرج البطانه، بتخرج دي من البطانة من تجويف الرحم تدخل جوه الحوض. طب اشمعنى السيده دي اللي هتخرج منها البطانه تنزل جوه الحوض ودي لا؟ طيب هل كل اللي احنا بنعمل لهم مناظير بطن لاي سبب من الاسباب؟ وهي المشكله احنا ليه بنقول انتشرت بطانه الرحم المهاجره؟ عشان المناظير التشخيصيه لوحدها انتشرت. للاسف في دلوقتي حاجه بنسميها ابيوز او سوء استخدام لمناظير البطن. اي شكوى نعمل على طول منظار بطن تشخيصي. دي في الاول في الاخر حتى لو هو جرح صغير، بس هو جرح وهو تخدير وهو خطوات. طب لو انا اقدر اوصل لتشخيص للحاله اللي موجوده عندي دي اكيد افضل بكتير قوي ما انا اخش والله انا دخلت وما لقيتش عندك، انا لقيت عندك بطانه رحم مهاجره بس هي ما تعملش الاعراض اللي عندك دي. ايوه ما احنا عارفين هي ايه اعراض بطانه رحم مهاجره، هي اعراض موجوده عند نص الستات، الام مع الدوره، بس لازم الام الدوره دي يبقى ليها باترن معين. يعني بسهلها، بنسهلها ازاي؟ اللي هو بنسميه الكريشندو والديكريشندو بتاعنا بتاع زمان. المفروض ان الام الدوره تبتدي من قبل الدوره وتقل مع نزول الدوره. في حاله بطانه الرحم المهاجره وهنلاقي الموضوع ده مستمر، مع زياده ايام الدوره الالام دي بتزيد مش بتقل لحد ما تختفي خالص بعد انتهاء الدوره، ممكن بيوم او اتنين او ثلاثه. آلام في البطن ممكن ما يكونش ليها علاقة بالدورة الشهرية قوي، معظم الناس عندها آلام في البطن. آلام في القولون، معظم الناس عندها آلام في القولون. آلام أثناء العلاقة الزوجية، مش شرط إن يكون آلام العلاقة الزوجية هي بس بطانة رحم مهاجرة، عندي حاجات كتير جدا. أسبابها كتير، أسباب كتير جدا. ديسبارونيا اللي هي آلام أثناء العلاقة الزوجية. هي الفكرة كلها إن إحنا كنا دايما زمان لما وده اللي علمه لنا، انا بشخص بطانة الرحم المهاجرة باي اكسكلوجن، انا لما ادور على كل الاسباب والاقي ان مفيش اي سبب تاني موجود اقول دي درجة من درجة بطانة الرحم المهاجرة. طيب انا شخصت بالمنظار او عن طريق الاكسكلوجن او عن طريق السونار، امتى بشخص؟ الحاجة الوحيدة اللي بتشخص بطانة الرحم المهاجرة، احنا قلنا بطانة الرحم المهاجرة دي يعني بطانة رحم مش موجودة في تجويف الرحم. طب ممكن تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة في الحوض، تبقى موجودة في جار الرحم اللي هو المبيض. دي برضو من الحاجات اللي بتقول لهم، بتقول ان احتمال كبير فعلا تكون دي بطانه خارجه من الانبوبه، واول حاجه جنب الانبوبه هي المبيض، عملت كيس شوكولاتي فنزلت، عملت الكيس اللي بنسميه كيس شوكولاتي. هو كيس في دم، الماده اللي جواه دي بطانه رحم، ويكبر مع الدوره ويصغر بعد الدوره، يقعد موجود، هو بيتصرف كانه جوه الرحم. بالظبط بيتصرف كانه جوه، هو بطانه رحم بس خرجت بره الرحم، لكن هي بتتصرف بالظبط زي بطانه الرحم ما بتتصرف، كان وصلها عصب. سبحان الله، ده احنا ممكن نلاقي بطانه الرحم دي موجوده في جرح قيصريه، يعني اثناء الولاده جزء من البطانه نزل في الجرح عادي جدا، ويكبر الحاجة الصغيرة دي تكبر مع الدورة وتختفي بعد الدورة، لأن هي ممكن تبقى موجودة في حتة تانية في الجسم، عشان كده قالك لا دي غالبا ما مشيتش مع الدورة، دي ممكن مشيت مع الدم. كلها نظريات نظريات نظريات. طيب بطانة الرحم المهاجرة أتعامل معها إزاي؟ برضو زي ما كنا قلنا قبل كده، أنا بتعامل مع بطانة الرحم المهاجرة زي ما بتعامل مع الأورام اللي فيها، أنا بتعامل بما تسببه بطانة الرحم المهاجرة. بطانة الرحم المهاجرة بتسبب حاجتين التعامل معاهم عكس بعض، يتسبب ألام يتسبب تأخر حدوث حمل. طرقتين طرقين كده بالظبط، هي يا إما مسببة تأخر إنجاب هي إما مسببة ألام. خلاص، مسببة تأخر حدوث حمل
هتعامل معاها على ان هي تأخر حدوث حمل غير معلوم السبب، لانه مش اكيد هي السبب في تأخر ايه حدوث الحمل، لانه في حالات كتير عندها بطنة بالمراحم معجرة حمل طبيعي بنكشفها بالصدفة. اثناء عملية تانية، اثناء عملية اكتشفتها بالصدفة. هي بتشتكي بعد كده من الام بعد ما عندها طفلين وثلاثة واربعة، بتشتكي من الام مزمنة في الحوض، فاحنا قالوا لها هنعمل المنظار عشان نشوف ده انت عندك بطنة رحم مهاجرة، بس هي حملت وما شاء الله وبالعكس مستخدمة وسيلة منع حمل. علاج الالام هو منع الحمل، علاج تأخر الحمل هي وسائل المساعدة على الإنجاب، بغض النظر عن الايه السبب. يعني انا ربطت ان بطانة الرحم المهاجرة هي السبب، فانا هبتدي. ودايما البداية بالنسبة لي مش الجراحة، البداية بالنسبة لي هي معروف ان انا باخد فترة من 6 شهور لسنة، ده بالذات في ما يخص علاج الألام انا بدي علاج دوائي فقط لا غير. ابسطه واوله هو حبوب منع الحمل، لان احنا اتفقنا احنا دي بطانة رحم، بره الرحم بتتعامل معاملة الدورة الشهرية. طب انا لو وقفت الدورة الشهرية او وقفت التبويض، ما انا هوقف زيادة نشاط البطانة اللي بره الرحم دي، فبالتالي كل الاعراض اللي هي مسببها هتقلل. وحتى احنا بنسميه احيانا ثيرابيوتيك تريتمنت، انا لو مشيتها على العلاج وجاب نتيجة انا شخصت من غير ملجأ. طيب ما جابتش الخطوة الأولانية دي العلاجية، ده احنا بنتكلم على آلام ما بنتكلمش على تأخر حدوث حمل. الخطوة الأولانية دي ما جابتش نتيجة، هبتدي بقى وقتها أخش في الخطوة بتاعة المنظار للتشخيص، وفي نفس الوقت لقيت بؤر لبطانة الرحم المهاجرة وقتها عالج. لكن زي ما قلنا في الأورام اللي فيها بنقول في بطانة الرحم المهاجرة التوقيت بتاع التدخل هو الأهم، ولازم التشخيص قبل التدخل هو الأهم. أنا لازم أبقى متخيل، أبقى عارف كويس قوي في أشهر حاجة معروفة اسمها السايكوسوماتيك. السايكوسوماتيك ديزيز دي معروفة من زمان، إن أحيانا حاجة نفسية تعمل أعراض جسدية، ممكن في الأول في الآخر كل الآلام اللي هي بتشتكي منها دي تبقى سببها أسباب نفسية. الأسباب النفسية دي بقى بتزيد قوي 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 لو أنا قلت بلغت للمريضة بعد كده، لا والله أنت ما عندكيش أي حاجة جسدية، أمال إيه؟ أمال إيه؟ طيب لا إحنا نبتدي وهنشوف العلاج الفلاني وإيه، هي لوحدها خطوة بخطوة خطوة بخطوة، بدل ما جبتها إيه من الآخر، لا وأنت خلاص لا ما فيش أي بتدلعي. بالظبط. لا هي ما بتدلعش. لا هي ما بتدلعش، هي بالظبط كده. طيب لو تأخر إنجاب يبقى إحنا هنتكلم بقى، استبعدنا كل اسباب تاخر الانجاب ووصلنا لمرحله ان احنا الزوجين دول مثلا بقالهم سنتين بيحاولوا بالوسائل الطبيعيه بدون الوسائل المساعده وما حصلش حمل، انا صنفتهم اصلا هو عدم حدوث حمل غير معلوم السبب، ابتدي اخد الوسائل التقليديه وسريعا انقل على الوسائل اللي هي اعلى شويه في نسب حدوث الحمل معاها زي الحقن المجهري واطفال الانابيب، لان هي مجرد ما السيده هتحمل مجرد ما يحصل اصلا ضمور في بطانه الرحم المهاجره واعراضها كلها تقل وممكن تختفي وما تشتكيش منها تاني بعد كده وتختفي قصه بطانه الرحم المهاجره. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور احمد ابو العيون، استشاري اول امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، عضو المجلس المصري لامراض النساء والتوليد والمجلس العربي لامراض النساء والتوليد والجمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب وعلم الاجنه، وواحد من الاسماء البارزه ورموز مراكز الطب. نورت وشرفت وابدعت كعادتك. يبقى الاورام اللي فيا، تبقى بطانه الرحم المهاجره، اثنين بعبعين ينبغي ان يحترموا بشده جدا جدا، وينبغي ان يكون التعامل معهم بحكمه شديده. الحكمه هي قرار العلاج، من يناسبه ايه؟ جراحه يناسبه حقن مجهري يناسبه علاج دوائي، في كل الحالات اللي احنا ذكرناها القرار هو الحكمة المطلقة اللي هدفها في النهاية صالح المريض واحتياجه. خليكم دايما مع الدكتور.
اهلا بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن ال 500 ألف حاجة يعني مش هم دول بس. بس الـ أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا والفيديوهات اللي فيها نوع من أقول إيه عدم التركيز، لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة في مع أصحابه في حاجتين في الغرب بقى في كمان كارثة اسمها الكحول، إنه ناس بتشرب في ودي نصيبة سودة فبيفقد اتزانه وبعدين بيصور، فهو بيصور هو مش مركز في هو فين إيه اللي حواليه صاحبه جنبه هو بص للكاميرا مقرب من حد مقرب منه، فبسهولة شديد هو في حتة خطرة بيتحرك فين بالظبط عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجة تكسر له سنة تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية البنت ديت كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة وعمالين بقى اللي يصوروا مش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي الى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيكي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه خلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثة في خبطة في لحظة فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش كبر فجأة طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي. لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة طبعا والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جارية جامدة جدا فوق بتاع كده واتزحلق وطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى اتشير بيها على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني اصل انا ليا فولور، والنتيجة بتكون خطيرة جدا بالنسبة للناس دول. يا اخي ما فيش مشكلة يبقى لك فولور في اللبس في الشياكة في الفاشن، لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطرة، لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن من ضمن ممكن الثمن ده يكون اخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون ان انت يجيلك اصابة خطيرة في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو اصابة خطيرة. النهاردة حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهاردة الحوار سيكون بالتفصيل، والنهاردة في نقاط جديدة كعادته في عالم طب الاسنان دايما الحوار بيكون معاه واحد من ميجا ستارز السنان النهاردة وطب السنان الممتع جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكاتي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزراعيه؟ لا، طول المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وواحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله،
وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده، ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يعني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط. وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين، لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان. صح. هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز. صح. وماسكه بايديه الاثنين، هو على عجلتين. لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفولورز بتوعه. الفيديو بتاعه يعني. فينشقلب مشكله بقى وتيجي السنان دي ابسط حاجه في قصه الحادثه، ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. العضه ايوه البايت. ايوه ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضخ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضخ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعال نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان نستفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زياده في حتت من المفصلات عن الحتت التانية. نفس القصه بالنسبه لمفصل الفك. طب ده بيترجم بايه؟ ايه المشاكل بتاعته؟ بيبدا يحصل التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك باربطه جامد قوي من كل ناحيه، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدا الاربطه دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقه. الطقطقه ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبه لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقه. طب ايه المشكله بتاعت ده؟ المشكله ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدا يحصل تاكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عمليه وقصه ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمه، نمضغ بطريقه مظبوطه عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل. يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه. فانا لو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور. لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدا نشوف ليه الطقطقه دي حصلت. هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقص اسنان او حاجه زي كده؟ هل سناني معوجه؟ هل بجز على اسناني؟ ونبدا نشيل السبب بتاع المشكله دي. لو الموضوع تطور شويه بنبدا نعمل له حاجه اسمها رافع عضه. رافع عضه ده بيعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل، راس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمه اللي بايت فيه راس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدا نرفع العضه عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مره تانية ويحصل له عمليه الالتئام الطبيعيه. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عمليه ترقيع في المفصل الفك وقصه. احنا يعني عمر ما المفصل عمر حاجه بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا. فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه، او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله، او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن، يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه، لازم اجري على الدكتور عشان يلحق. عايز اروح لبرضه حاجه، استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه، الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه، يبدا يتطور يجيب العصب، بعد كده يعمل خراج حاد، بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم، ويتطور لحد الكيس الدهني.
الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه. يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ده كيس دهني. كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها OKC، اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عض عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق، خسرنا الضرس كله اللي هو ده، بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع بكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله. يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. فحاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله، الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبعت يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد، عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابسيليال سيلز دي في الاوضه كلها، ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده، ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني ال 2 3 مللي اللي اتفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني، حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا، هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم، شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ، حطينا العظم واستنينا عليه 6 شهور، وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهمون معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله، بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزراعيه. زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش، فالجيب الانفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو، ايوه، ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا، ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. ونبدا نزق واحده واحده، هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي. ويرفع الجيب الانفي، بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي، يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي، ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تستولي في الحته. ادي العظم بدا يتحط اهو، مال السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده. هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعنا اللي هو الابيض، بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه بالظبط كده. هتلاقيه عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال بالظبط. ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره، وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه الزرعات وركبناها، وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش مريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر. النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط في كورنر. بس ده مش اتهام بقى. هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون. مش انتم، انت، لكن الفل الاسنان متهم. متهم بحاجه. مش انتم برضه، مش الدكاتره. او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش
بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع فيه تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي. مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم على الدكاتره، هو مش دي مش دكاتره، ده هنا الكلاينت نفسه هو اللي عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبه. هنا ده الفتحه دي ده عمر عظم متاكل بسبب زرعيه مش مظبوطه. احنا مريض جالنا قال لي انا زرعت من شهرين وعندي الم شديد على طول، فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كميه ريديولوسنسي او تاكل في العظم شديد جدا موجوده في الاشعه بتاعتنا، هي اللي ادت هي بسبب الزرعيه اللي هي مش مظبوطه. بقى في يعني مشكله ان بقى في ال 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 يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته، الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا، دي صحتي في الاخر، انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهوله المصدر. دي مهم قوي بقى، ولا هينفع احطها مع حد مجهول، فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين. ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي، لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين ان هي دي اكس راي باينه ان الزرعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها، المفروض اصلا الزرعيه دي عامله زي المغناطيس، تيتانيوم عامه بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي، زرعيه تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم الجري من الزرعيه ده بسبب رداءه الزرعيه. انت نورت وكالعاده ابدعت وخدتنا في نزهه جميله متنوعه النهارده. جاوبت اسئله صعبه جدا وفي مناطق صعبه جدا، مثل العضه والتقويمات او تعامل مع العضه، مثل رفع الجيب الانفي، مثل نقل العصب. ايضا ذكرت قضايا مهمه جدا كنت انا فيها الخصم، او بمعنى اصح يعني كنت انا المتهم. مش انت، طب الاسنان صح. في التعامل مع مش متهم ولكن توضيح صح. يعني هل طب الاسنان يكره تماما الاطعمه؟ نعم، البرنامج هنا ان هو بيفهم الناس، انت بتاخدش المعلومه وخلاص، انت بتفهمها بطريقه علميه مبسطه. والزراعه دلوقتي بقت سهله، احنا بنحط الزراعيه في دقيقتين ثلاثه، فانت يعني الفك الكامل اضرب دقيقتين ثلاثه في ست زراعات، فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياه احسن باقل تعب. والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه. ارجوكم خلي بالكم من سنانكم، ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوع يكون جزء منه في عياده طب الاسنان. مش كل اسبوع، ممكن كل شهر، حسب بقى. كل اربع شهور، كل اربع شهور بالنسبه لمريض السكر، كل شهرين بالظبط. يعني على الاقل. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعمل صيانه لعربيتك، اعمل صيانه لاسنانك يا اخي. ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل صيانات لليخت بتاعها، يعني بنتكلم على ناس تانية بقى، مش بتكلم على الناس. ما في ناس ما عندهاش العربيه، لكن ماشي. لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل صيانه لليخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات، تبص لاسنانهم تلاقيها بايظه. ده حقيقي، ده بنشوف. يبقى انت بقى ساعتها بتضرب كف بكف، اعمل صيانه لنفسك. تضرب كف بكف. الراجل اللي يعني عنده يخوت، عنده يخت وعنده عربيه وبتاع، وقاعد كل يوم في الحته الفلانيه الحته العلانيه، سنانه كده؟ لا، دي تزعل بقى. يعني حتى الناس البسطاء برضه لازم ياخدوا بالهم من سنانهم. ومفيش حته في مصر دلوقتي اللي ما يقدرش، كل الاسعار متوفره و قلب الدكاتره حنين برضو على المرضى. نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار، عالم طب الاسنان، الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور، خليكم دايما مع الدكتور.